مستمعينا مساء الخير، لأن للحديث بقية ولأن ضيفي آثر أن يكمل ما بدأناه في حلقتنا السابقة حول شؤون شتى في المسرح والدراما والتربية والتاريخ، ولأن هذا المنبر هو صوت للكبار في زمن كثرت فيه ثرثرة الصغار، ونزولا عند رغبة الكثير من المستمعين الذين طالبون ببقية لحديث تركناه معلقا الأسبوع الماضي، قررنا اليوم أن نكمله من نقطة ما ختمنا به عن التأليف والتمثيل والإخراج ومحطات وذكريات مع أحد أبرز صناع المسرح والدراما السورية لورانس المسرح السوري، المؤلف والممثل والمخرج جهاد سعد. نورتني مرة تانية. أهلين يا منو، يعني ما كان بيكفي هذيك المرة بس لازم هيك لزوم الدخول. مستمعين إذاعة الشباب وبرنامج مع الكبار، وإن شاء الله هيك نقدر كمان يكون في تواصل معهم دائما. مستمعي صوت الشباب اليوم للمرة الثانية على التوالي حيكون عبرها وصوت الشباب الكبير جهاد سعد، بسابقة من نوع من عمر هذا البرنامج المائل أشهر، يعني باستضافة شخصيات استضفنا بمختلف المجالات. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، لا تابعونا وتابعوا كل حلقات البرنامج، تابعوا صفحتنا على الفيسبوك برنامج مع الكبار وعبر اليوتيوب أيضا. خلينا نبلش فقرات برنامجنا بأول فقرة. مستمعينا بفقرة هذا أنا حنكمل اللي بلشناه الأسبوع الماضي، تتذكر قديش حكينا؟ ساعتين. رح نكمل ونحكي عنك، عن شخصيتك وذكرياتك، بعض القصص عرفوها المستمعين. خليني كفي من ذكريات أو بلش من ذكريات وقت سافرت من دمشق للقاهرة على البسكليت برفقة زوجتك في عام 90. 1990. إنه شو خطر لكم بوقتها؟ قديش أنت حدا بيحب التحدي والمغامرة؟ هو يمكن كانت نوع من انواع، هي كانت فكره وهي فيها مغامره طبعا. اي انا بحب المغامره، المغامره الحقيقيه اللي بتوصل لنتيجه اللي فيها متعه وفيها معاناه طبعا، ما في شك. ما في مغامره ممكن تخسر، لانه انت المغامره دائما بتعلمك، حتى اذا قلنا ما بس بالحياه، بالمسرح مغامره. يعني اي عرض عملته انا دائما كنت اقول هي مغامره مسرحيه، بس دائما المغامره بتوصلك لنتيجه، على الاقل بتتعلم من النجاح، بتتعلم من الاخطاء، بتتعلم من الجمهور. فيوم رحله الدراجه هيدي سنه 1990 كنا مسافرين على الدقيقه انا وام يوسف، فهي قلت لها بتروحي على مصر على البسكليت، لانه كنا نقول دائما تعي نروح من دمشق للاذقيه. معقوله هيدي تنبلع. فبعدين هيك جنب نياس على البحر كنا، قلت لها بتروحي على مصر على البسكليت، فهي قالت اوكي. قلت لها تشيكن يلا اوكي. قلنا اوكي. كم يوم بقيتوا؟ 20 يوم في الصحراء، في صحراء سيناء. اشترينا بسكليتات ودراجتين وابتدينا نتدرب لمده 4-5 ايام بس في شوارع دمشق. يعني نتدرب بالشارع وكذا طبعا. يعني كان ريسك، كان مغامرة يمكن حتى ومخاطرة أن كنت تروحوا أو تأخذوا هيك قرار سفر من دولة لدولة أو من عاصمة؟ لا، كان كل شيء، كان وقتها ما في النافيجيشن، ما في الجوجل، ما في. جبت أنا الأطلس الجغرافي، عملت كوبي عن خارطة الطريق من هون للقاهرة. يعني أول يوم كان من دمشق لدرعا، ثاني يوم من درعا لعمان، من عمان لمدينة اسمها القطرانة عند شيخ مشايخ البدو الشيخ حامد الأصفر، اتمنى يكون موجود، بوجه له تحيه. ومنحب نقول ان احنا وجهنا تحيه للمرحوم مروان حداد. انا المرحوم الاستاذ، تفضل ذكرني. الاسبوع الماضي اخذوا علينا انه نحن وجهنا تحيه للمرحوم والراحل مروان حداد. نعم. يعني ما بعرف تناولوا، يمكن ما لقوا شيء يحكوا فيه الا ما له شيء. كل حال يعني بدي حرك صدر، هي الرحمه كانت لروحه. صحيح. اكيد والسلام لروحه. كان كبير، وانا وقت جاي جديد على سوريا وكان اخذنا الحديث بزخم، فاصلا تحيه لروحه. يعني كمان طبعا تحيه
طبعا هذا اعتذار، وبنفس الوقت تحية لكل شيء قدمه الفنان المرحوم مروان حداد بأعماله السينمائية وبإدارته للمؤسسة العامة للسينما، والكل بيعرف هذا الشيء. نعم، نرجع للشيخ، نرجع للشيخ حامد الأصفر. وصلنا على القطرانة، القطرانة اسمها، على مدخل عمان. قبل ما ندخل على عمان كان بطل الأردن بالبسكليتات مع ناس راكبين دراجات واقفين منتظريننا على الأوتوستراد. كان عملنا لقاء بسيط بالتلفزيون السوري وطلبت انه ما يعرضوا له بعد ما نسافر، قاموا عرضوه، فكل الطريق كان عارفان بالرحله. هيك بيعملوا دائما. ايه، هلا انت شو عملت هيك؟ قلت قبل ما نحكي انه بدنا نحكي. نعم. خلص عادي، معناتها ميديا. المهم وصلنا لهنيك، وبعدين على العقبه، من العقبه على النويبع لدهب، من دهب بصحراء سيناء طلعنا على جبل سانت كاترين ورجعنا، وكملنا على شرم الشيخ وعلى طور سيناء وعلى برديس ابو زنيمه، السويس، نفق الشهيد احمد عمدي، القاهره. طبعا كان في صعوبات كثير، وانكسرت البسكليتات كذا مره وصلحناها. هي الناس بيسالونا، كانت رحله عظيمه وقابلنا ناس كثير، والحج مصطفى اسعد الله يرحمه من حلب لابد من ذكره، لانه كان عمره حوالي 69 70 سنه، وهيدي لطاقه الشباب انه الدراجه اسمها دراجه، بتتدرج عليها الى ما لا نهايه، بتقدر تروح على الصين اذا بدك، لانه فيها طاقه. وكان هو عمره 70 سنه وكان يسبقنا بالعشرة كيلومتر، 5 كيلومتر رحمه لروح الشيخ الحاج مصطفى اسعد من حلب. يعني رحاله بكلمه تعني هالكلمه، ودقت هذا الطعم. خارج السرب، مسرحيه للراحل الكبير محمد المغوط، انعرضت بال 99، بما انه عم نحكي بالتسعينات، حضرتك عاصرته وعايشته لمده سنتين ونصف يمكن ببيته. نعم. بشكل شبه يومي تقريبا خلال انجاز هذه المسرحيه، صرحت انك بتفكر تكتب كتاب عن تجربتك معه للمغوط بعنوان انا والمغوط. صح. وين صار الكتاب؟ صار الكتاب هو القصه، يعني من هدي، يعني المسرحية إلى قصة كبيرة كتير كتير. الشاعر الكبير والفنان المبدع محمد المغوط الاستثنائي، كان لي فرصة أنه أنا أتعرف عليه عن قرب بشكل تفاعلي، خلينا نقول، في بيته وفي المسرح وفي البروفات وفي العروض. حتى مرة أنا كنت في فرنسا وكان هو بده يروح عند طبيب يتعالج بفرنسا، فانتظرته 10 أيام بباريس لحتى روح معه على الطبيب وقال له هذا محمد المغوط، هذا الطب تبعه مختلف، لأنه روحه مختلفة وعقله مختلف وجسمه وحركته كان كل شيء فيه مختلف، فأكيد علاجه بده يكون مختلف. هيك كنت أنا أفكر بالمغوط. وطبعا صارت قصص سريالية حلوة كتير، وهو كان الله يرحمه صديق خالي المرحوم سماح طليع، واللي أنت ابن أخته لسماح بدك تخرج لي مسرحية، وكانوا سواني بجريد الخليج، فكانت علاقة غريبة. فعرفته عن قرب، عرفته ببيته، وعرفت اللوحات، الرسم اللي حاطتها للفنانين الكبار، حياته اليومية، وجوده بالمستشفى بمشفى تشرين لما تعالج من الكبد، وإجت أمي الله يرحمها جابت له دواء أعشاب. يعني كان في عائلة، جو عائلي. هل صعب طبعه؟ هل كان صعب؟ طبعا ما له سهل، بس هو بيحس، بيعرف الناس كويس وبيقدر. لما كيف صارت القصة، هو كنا رايحين على تونس على مهرجان قرطاج سنة 95، قال لي في مسرحية، قابلني بالطريق بذكر قدامه بديرة المسارح، في مسرحية كاتبها أنا اسمها خارج السرب، بس ترجع من تونس بدي أعطيك إياها تقراها. أنا فرحت كتير إنه المغوط بده يعطيني مسرحية، هو اقترح هذا الشيء. طبعا أنا كان لي تجربتي الخاصة المختلفة تماما 180 درجة عن مسرح محمد المغوط ومسرح الفنان الكبير دريد لحام، ما في شك هي التجربة الثنائية اللي أثرت بالجمهور، حنحكي عنها بعد شوي. المسرح السوري اللي هو من عهد أبي خليل القباني، أي أكثر من 100 سنة تقريبا، ورغم كل الصعاب اللي حكينا عنها، ما فينا ننكر اللي قدمه مثل ما قلت هلا من شوي المغوط ودريد لحام بظروف يمكن نفس الظروف، لكن من مسرح كوميدي سياسي جريء. اليوم ليش ما عنا هالنوع من المسرح برأيك؟ احنا عم نقول ليش ما عنا هذا النوع بالمسرح، ليش لا يوجد مسرح حاليا؟ دائما بيسألوني ليش ما في مسرح حاليا بسوريا؟ هل بوقتها كان مسموح اللي ما مسموح، يعني ما بقى مسموح هذا الشيء؟ لا ما بتصور هذه النقطة. نحن بحالة حكينا انه بدي اقول لهي الكلمة تبع الكبير المعلم الكبير زكي طليمات، لما جيت على مصر انا من فرنسا وكان عمري
20 سنة أو 21 سنة بدي يدرس بمصر. قال لي وقتها ارجع لفرنسا أحسن لك. قلت له أنا ما بقدر وبدي أدرس بمصر وما عندي خط رجعة. قال لي كلمة ما بنساها أبدا، قال لي يا ابني بلاد فيها حرب ما فيهاش فن. أنا استوقفتني هي الكلمة، هذا الحكي يعني من 40 سنة مثلا. طبعا درسنا فيما بعد المسرح القديم والمعاصر. لا، في أثناء الحروب كان في فنون، يعني نحن بنعرف مثلا بألمانيا أثناء الحروب كان في بيرتولد بريشت بالمسرح العظيم تبعه أثناء الحرب العالمية، وبعدين ترك وراح على أمريكا. فن الحروب مختلف عن فن لما بكون دول فيها يعني عايشة حالة سلام، لأنه الفن في من خلال هذا السلام الروحي تطرح أنت الرسالة، المتلقي بيكون جاهز لها. بس فن الحروب موجود. هلا حاليا ما في مسرح بسوريا بتصور انه حجم الاحداث ما يحدث حاليا في سوريا مثل ما قلت بايواك سنة 93، ما كان يحدث على الواقع على الارض هو اكبر بكثير من ان يعبر عنه اي فن في العالم حاليا، لانه نحن بكل لحظه كان في خبر جديد، بكل لحظه في مأساة جديده، بكل لحظه في كاتاستروف لسه، يعني في يعني الحدث اليومي عم بيسبق الفن اللي ممكن يرصده دون ان يكون له تاثير في الشارع في ايام الحروب العاصفه. هل نجحت الاعمال السوريه ان كان دراميه ولا مسرحيه بتقديم او مقاربه الواقع السوري برايك خلال الازمه؟ انا لسوء حظي ما تابعت الاعمال التلفزيونيه كلها، بس نحن اللي شفته اولا كل مين عمل فيها مشكور انه هو انا فضلت موجود لسنه 2015 مثلا في عمل الحائرات، وكنا نشتغل تحت القصف تحت المدفعيه وتحت وحتى في مشهد بالحائرات كتير طالع صوت رصاص وكذا. انا بتصور الحرب، الفن أثناء الحرب، الحرب تكون أقوى من الفن. لا نستطيع أن نجسد ما يحدث، هذا الحكي قلته من 30 سنة بمسرحية إيواكس أو من سنة 93. لا تستطيع العملية الإبداعية الفنية تجسيد ما يحدث على أرض الواقع. ممكن تكون تعطي باور، تعطي طاقة، ولكن الانفجار أقوى بكثير من عالم السكينة شئنا ما بينها. نعم. فمهما حاولنا سواء بسوريا أو في أوروبا بالحرب العالمية الثانية أو الأولى أو في الجزائر أثناء أي بلد فيها حرب، صعب كتير يعني أنك تجسد كل ما يحدث ضمن عمل فني متكامل. يعني وين النقطة اللي بدها تكون؟ فهمت شو قصدي يعني معبر عن ملح. نعم، لا نزال عم نحكي عن حضرتك بفقرة هذا. أنا اللي بيعرفك عن أوروبي بيعرف قديشك حدا إنساني كتير حساس وكريم بالوقت ذاته، لكن يمكن مرحلة من المراحل الكرم والعطاء عندك وصل لمرحلة المبالغة فيها، ويمكن خلال هذا العطاء الزائد يمكن انفجعت ببعض الأشخاص المقربين أو خسرتهم. هل صحيح أنك من الأشخاص اللي بتعطي لحد ما تطفش حواليك؟ هلأ كلمة العطاء أنت لا يمكن تعطي إذا ما كان عندك قدرة على العطاء، والقدرة على العطاء بتكون أكبر منك ومن وعيك، لأنه هي طبيعة ما بتقدر ما تعطي. بس أحيانا لما بتعطي بطريقة يعني ما بقدر أقول زايدة، لأنه العطاء ما في قليل وزائد، في عطاء. لما بتعطي كتير يمكن أقرب الناس لإلك، أقرب الناس لإلك ما بقى بيشوفوك على حياتك مكتر ما أنت غمرتهم بالعطاء بأي نوع من أنواع العطاء. يعني بتغيب بصيروا بيشوفوا الشيء اللي هن بالدنيا فيك، فما بيشوفوك أنت شو. طبعا العطاء بقى يعني لما بتكون الحنفية مفتوحة على الأخير بيكون صعب كتير حتى على الآخر. وغلط هذا الشيء؟ بتصور كان هو طبيعة، بس يعني ممكن كان يكون في بعض الأحيان ببعض المواقف ببعض الحوارات كان خطأ، انه كان ممكن مثلا افتح موضوع ما بوقته بشكل او باخر، بس انا ما كنت عم فكر انه بوقته ولا لا، لانه انا هيك طبيعتي. فكان ممكن يوصل او ما يوصل، او انت تعطي روحيا او انسانيا لاي حدا، شخص قريب منك او صديق او ما بقى يشوفك على حياتك. فكان نوع من يعني صعب انا اقدر اوصف لك شو الوضع يعني. بس انه اما مثلا انا بذكر تماما مثلا، لو مثل بسيط باوبرا كارمن لما كنت عم بخرجها مع فريق عمل فرنسي وسوري مشترك انتاج الاتحاد الاوروبي، كان اوبرا فيينا، انا عم بشتغل على المسرح. فكان وقتها المستشار الثقافي الفرنسي لما كانت العلاقات مع فرنسا عم بيصور، فصار قلت له قال لي انت عم تعطي بطريقه انا ما شفتها. قلت له كيف يعني؟ ما انتبهت انه انا شو قصده.
أنا هلا على سؤال أنت، أنا هيك طبيعتي. لفت نظري إنه كيف يعني عم بعطي أكثر مما يجب، قلت له أنا هيك، معجز فيكم ساعة، أنا هيك طبيعتي. الإكستريم تبعك هذا الشيء اللي أنا بوصل له. دكتور قاسم مقداد اللي كان رئيس، تحية لإله، تحية لحبيبنا وصديقي، إن شاء الله يكون عم يسمعنا، مشتاق له كثير. مرة إجى لعندي على المسرح القومي، كنت أنا مدير المسرح القومي، قعد وأنا ما كنت أقعد على المكتب، واقف روح على المسرح ويجي وكذا، واشتغل مسرح واشتغل إدارة وكذا. طلع فيني هيك قال لي أنت مجنون؟ قلت لا بجوز. قال لي أنت عم تدير المسرح بقلبك؟ قلت له إيه طبعا، لكن شو بدي أديره؟ قال لي أنت عم تنتحر. قلت له لا، ما كنت منتبه للشيء، كان في طاقة عم بعطيها للمسرح بإخلاص بلا مقابل. قال لي أنت عم تنتحر؟ لا. التفتت بس بقيت هيك. ياسر الرحباني كمان الفنان الكبير اللبناني، كمان بوجه له تحية، بتمنى يكون وتعرفنا على بعض بشكل، اجى حضر مسرحية كاليجولا ببيروت بمسرح المدينة. هلا انت فتحت سيرة طويلة تبع العطاء، ما بدنا ندخل بحلقة ثانية، معنا وقت ندخل. لا خلص زيادة طيب يضحك. اللي بعد العرض هيك بمسرح المدينة ببيروت مسكني من ايدي وطلع قال لي عم تخطط؟ قلت له لا. قال لي ما عم بتخطط؟ قلت له لا والله، لما بتطلع معي فكرة مسرحية بحمل شنطة، متى ما حملت شنطة بالطريق يبقى أنا عندي عرض. قال لي قلبك عم تخطط لقلبك إنه شو هذا العطاء والكذا؟ ما كنت منتبه لهيدي الأساس. قلت له لا ما عم خطط لقلبك. هو كان هيك إنه عم بيحكي عن شيء تاني أنا ما منتفت له نهائيا. فبس فالعطاء فكرة، أنا بتصور على بطبيعة الإنسان بطاقته بمرحلة معينة، قد يكون العطاء احيانا بيعمل غلالة امام البعض ما بقى بيشوفك على حقيقة. نعم. هل اصبت بحياتك بحالة بالاكتئاب شي مرة؟ هل طعنت من شي حدا وادى لعزلة؟ ما اكتئاب. انا دايما بقول انه الالم معلم، يعني الالم معلم. اما العزلة هيدي بدنا ندخل بعزلة الفنان بقى أو عزلة المبدع. ما في فنان أو مبدع أو كاتب أو هو بيحتاج للايزوليشن، للعزلة، لأنه حتى يصفى ذهنه، لحتى يكون عنده قدرة على الإبداع. نرجع لمسألة الألم الإنساني. مرة كتبت ألمي معلمي، أنا تعلمت من الألم، الألم معلم. بعدين ما في تنوير من غير احتراق. أي فنان، هلا احنا كنا عم نحكي انه الشمعة مثلا كيف عم تضوي، لما تحترق احتراق بيوصل النار للنور، والنور يوصل للتألق، والتألق طريق النجاح ونتيجة من نتائج النجاح الأعمال الفنية الكبيرة. وقد تكون بدور من الأدوار على الشاشة، سواء بالسينما أو بالتلفزيون أو بدور على المسرح. هون مفهوم الألم هو مفهوم إبداعي، تحويل الطاقة، يعني الألم تحويل الألم لطاقة إبداعية خلاقة. مثلا سوريا تتألم حاليا، سوريا تحترق، سوريا احترقت، سوريا شعلت نار، ولكن هذا النار سيتحول بالقانون الطبيعي للكون إلى طاقة خلاقة يوما ما، بغض النظر عن كل التفاصيل المؤلمة اليومية اللي عم تصير حاليا بالشارع السوري. ستتحول هذه الطاقة المؤلمة وهذه الكارثة اللي حصلت في سوريا إلى طاقة خلاقة مبدعة للأجيال القادمة. أنا أؤمن هذا هو قانون الوجود، سيلالوا، هذا قانون الوجود، مثل العنقاء اللي بتطير باتجاه الشمس وبتحترق الفونكس وبيطلع عنقاء جديدة. هاي قوانين كونية لا تغيرها الحروب، بالعكس الحروب بتولد طاقات جديدة، بتولد طاقات إبداعية. مشان هيك لو رجعنا شوي بالحوار، يمكن الفن أثناء الحروب بيكون شوي صعب أو قلق، بس بعد هذا الاحتراق وعندما ستأتي مرحلة التنوير، وهذا شيء حتمي بمنطق التاريخ، بيبدأ الإبداع. عندك أصدقاء بالوسط وفي مقربين، حكينا الأسبوع الماضي يمكن ذكرت لي عابد فهد، صح؟ في أشخاص تطلع معهم، في عندكم طقوس أو يوميات ولا لا؟ الطقوس اليومية أنا ما كنت فيها بعمري، يمكن كله لأني بحب الحركة وما بحب أرجع لنفس المكان بنفس اليوم. يعني مثلا بقعد بقهوة مرة، بقعد بمطعم مرة، بقعد كافيتيريا، ما بحب. ما عندك انتماء للمكان؟ لا لا لا, لا يعني كيف لا، أنا يمكن المسرح هو أكتر مكان كان
يعني وما زال، هو لأنه ما له مكان، المسرح زمان، فبيسحبني. لا لا، ما عندي ارتباط بقهوة وحدة، مقهى واحد مثلا، من غير تسمية المقاهي صارت شائعة، الأحاديث نفسها اللي عم تتكرر يوميا بمعظم المقاهي، مثل مشهد إيواكس كانت مقهى تتكرر فيه الأحاديث لدرجة تبهت وصير ما في أفكار، تستهلكك الطاقة وبيجيك اكتئاب وبتولول بالمقلوب وبتمشي، بترجع تاني يوم تقعد بنفس المكان تحكي بنفس الطريقة. ما عدا بعض الأشخاص ببعض المقاهي نلتقي مع أصدقاء مثقفين، أصدقاء شعراء، أصدقاء عندهم يعني قدرة على الإلهام، بيلهموك بيعطوك فكرة، هذا بحث آخر. أما العادات اليومية يعني بتصور أنه في مثل فرنسي بنعكسه بيقولك تو فيان بار لابيتود، كل شيء يأتي بالعادة. إذا تحولت أي متعة سواء بالمقهى أو بالمكان أو بالكذا إلى عادة بتفقد المتعة تماما، ما بيعطيك شيء جديد. بالنسبة للأشخاص اللي طلعوا برا من فنانين واليوم شو موقفك منهم؟ هل بالنسبة للمصالحات اللي عم تصير إذا رجعوا بيتم التعاون معهم، عندك مشكلة بتعاون مع أي شخص؟ كان عند المواقف يعني مثلا؟ هلا نحن المرة الماضية حكينا بنقطة إنه ما عم بحكي عن موقفك، لا لا موقف لا لا أنا لا. ما قصدي هيك، لا أنا بتصور هذا الموضوع ما نسهل الحكي فيه، تبع حسب الأشخاص اللي راحوا وهم كيف ممكن يكونوا إذا شافوا الحقيقة شو صار أو الشيء اللي ما صار بسوريا. ألا إذا كان في موقف تجاه مسألة الوطن بالكلمة المقدسة بمعنى أنتي باتريوتي، اللي هو ما أنا بتصور هاي كارثة، بتكون كارثة ضد الوطنية، ضد الوطن. إذا كان هذا الشيء وصل لمرحلة إنه أنا أو عندي ألزهايمر وطني، نسيت كلمة الوطن لباتري، يعني ما في إنسان بالحرب ممكن ينسى الوطن. السياسة مرحلة بتروح وبتجي، يعني بيبقى الوطن. ما شفت شو اسمه المغني التونسي العملاق اللي قال خذوا الكراسي وما بعرف شو المناصب الكشناق، ايوه بس خلوا لي الوطن، الوطن فوق الجميع. نعم فوق الجميع بلا استثناء. مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المسرحية والسينما والتلفزيون، لكن لا يزال هاجسك أنه تكون وتقدم وتعرف على أنك ممثل مسرحي لا كنجم تلفزيوني، يعني تشتغل على هذا المفهوم. شو تعريف الفنان بنظرك؟ يعني شو الفرق بين ممثل ونجم؟ أنا ما قدمت نفسي لا ممثل مسرحي ولا ممثل بس تلفزيوني. عندك هيك هلا رح لك شغلة، ولا كاتب لما بيقولوا لك ممثل مسرحي أكثر ما لما بيقولوا نجم تلفزيون، هي نجومية المسرح أصعب بكثير من نجومية بالتلفزيون والسينما بالعالم. مسرح اليوم حاليا ما تقلي أساتذة بدي هلا اليوم عندنا نجوم مسرح حاليا، لما بده يكون في حركة مسرحية بيبين هذا الشيء اذا كان موجود ولا لا. حكينا انه هلا حاليا الحركة المسرحية بسوريا في كبوة وستعود عندما ستعود، بس في طاقات مسرحية، في شباب هلا عم يعملوا مسرح، ما بنعرف اذا صار نجوم ولا لا. في شباب، في بنت اسمها مجدولين، ما بعرف، حكيت معي امبارح قلت لي استاذ جهاد في عندنا مسرحية تعمثل معنا، وصلت معي عبر الفيسبوك تحية لها، قالت لي ذهب مع الريح. قلت لها عاش لي، قلت لها شو هذا الفيلم عظيم اثر بحياتي كلها، حتعملوا مسرحيه؟ قالت لي حيعملوها. قلت لها انا بجي على البروفات وبقدر ساعدكم. قالت لي يا ريت. قلت لها ايه بحبه جهله تحيه، باي وقت انا بروح على البروفات، بس ما بقدر ارتبط معهم بدور على المسرح لانه في شغل، في تصوير، في كذا الى اخره. نعم. لا انا ما كنت فرق، كنت دائما اقول مثل ما حكينا، المسرح لغه، السينما لغه، التلفزيون لغه. يعني نجوميه البيوت، نجوميه الفيسبوك غير نجومية الفيس تو فيس على المسرح. طبعاً. كل الناس بيعرفوا هذا الشيء، ما بس أنا، أي حدا في العالم يقول لك لورانس أوليفييه، بيتر أوتول، مارلون براندو لما اشتغل بالمسرح التنسي، كلهم بتعرفوا حتى بعد السينما أن المسرح. بس نحن ليش بنعمل هذا الفاصل بين المسرح والتلفزيون والسينما؟ ما بعرف، هي هذه لغات مشتركة ومختلفة عن بعض. نحن حققنا أشياء كتير على التلفزيون بأدوار كتيرة، وحققنا المسرح لا يقارن بأي طريقة، التلفزيون بالسينما بالمسرح. أنا قلت لك هذيك المرة لو كان هناك في صناعة سينما بسوريا أنا ما بروح التلفزيون، ما بس أنا يمكن كتير، لأنه بالسينما بتلاقي مشروعك الشخصي لحد ما، وكل الممثلين السوريين أو غيرهم اللي راحوا للسينما بمشاريع بيعرفوا حقيقة أن السينما فن أكثر من التلفزيون، مع احترامي لكل التجارب التلفزيونية الراقية اللي تقدمت وحملت اسم سوريا بالوطن العربي، وكلياتنا لا ننكر هذا الشيء وشاركنا بهذا العمل. نعم. من الأشخاص اللي سألوا المرة الماضية إنه ليش ما سألته، إنه شخص مثلك صاحب قلب كبير وحب كبير، اليوم لمين كل هالحب بقلبك؟ هل في حدا بحياتك اليوم؟ سوريا.
وفقط بكل صدق. انا سوريا يعني دائما بيسالوني شو اللي بيرجعك كل مره، مو هلا يعني بحياتي كلها سافر وارجع، روح على فرنسا ارجع، روح على امريكا ارجع، روح على مصر ارجع. انا احب سوريا، انا احب سوريا، يعني انا سوري، انا سوري. وهذا الكلام اذا بدنا نجي نطبقه كنت دائما اقول وحده الحب يجعلنا ننتصر على الحياة، لا الشهرة ولا المال ولا الجاه ولا المظاهر ولا أي شيء ممكن يخليك تنتصر على الحياة، وحده الحب يجعلنا ننتصر على الحياة. بالإضافة ببروشور مسرحية هستيريا كانت كلمة المخرج بسيطة كتير، لا شيء يبقى سوى الحب. يعني شو شو يعني الحرب بتروح، ال 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 خد انت التاريخ تبع وين 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 جنكيز خان، وين هولاكو، وين نابليون بونابرت، وين قاضي العظماء، قبضوا الريح. ما بقي من التاريخ الانساني اعلى فكره انسانيه بيوصل للانسان هي الحب من غير غايه. وهذا طرحته بثلاث مسرحيات اللي هي كاليولا وحكايه جيسمو ميديا وهجره انتيغون، سقوط الحب، سقوط الحب في الحرب، تأثير الحرب على الحب. قد يبدو لا ما الحرب هي السبب، لا الحرب، الحرب فككت علاقات كبيرة وأسر وأخوة. الحرب بالعموم حتى بالمسرح في دائما كان شيء أنتي وور، أنا ضد الحرب، أنا ضد الحروب، ما في حدا مع الحروب، لا شيء يبقى سوى الحب. لأنه حتى مسرحية استيرا كان أن الحب هو رسالة الإنسان. مهما حاولت أنا أوصل لشيء أنا بدي، إذا ما في، إذا القلب ما بينبط بالحب والمحبة ما بصير في شيء له معنى على الإطلاق. بعيدا عن حب الوطن، اليوم بينبض قلبك لا حدا؟ لا لك حبك كثير حب الشباب. مع مين حتسهر 14 شباط؟ بتقلي معي أكيد لا. لا هيك بقى شيء تاني بصير طبعا. لا 14 شباط اللي هو فالنتاين. تحتفل بهيك مناسبة؟ ما دائما. ولا بتعتبرها خزعبلات؟ لا ما خزعبلات، ما بعتبرها. كنت تحتفل اليوم ما في؟ ما لا ما يمكن تلف، لا ما في، لا ما في. بتفكر تعيد تجربة الزواج؟ ما بعرف، هذا جواب سؤال كتير صعب، كتير صعب. عم صعب الأسئلة اليوم أنا؟ لا لا بالعكس. قد ما بدك تطلع علي الدوز لوين ما بدك. لا لا بالعكس. هلا هيدي أسئلة طبيعية الأصدقاء بيسألون. نعم. نحن كنا عم نحاول امزج بين الجد وشوي نخليكم شوي لايت. ما بدنا ليش نحن دائما نحن بنقول انه الانسان الجدي لازم يكون عابس، لا الانسان الجدي ممكن يكون ضاحك على طول مثل الكوميدي والتراجيدي، قناعين للمسرح الاثنين جديين. نعم بس نحن بناخذ هلا زوربا ما انه جدي، جدي ما اخذ جواب انا على الأصل. على شو؟ على فالنتاين. الله اذا بتعزمني بروح. لا لا عم بشقشر لي، لا لا هيك شيء ثاني. قديشك حدا مزاجي؟ هل عندك طقوس وعادات او طبع بتحس انه شوي بيزعج الاخرين لما بتحس هذا الطبع بتنسحب مثلا؟ ايه لما بكون يعني ما بحب حدا، دائما كان انه كان اصدقائي يلوموني على شغله انه من زمان، حتى انه لما ليش ما عم نشوفك، لهم بس في شغله بس لا تخلص من حياتك. طب هي الشغلات ما راح تخلص، خلينا نشوفك انت وعندك مشكله او ازمه او شيء. هذا يمكن كمان كان احد كان لازم ما يكون موجود فعلا انا بحياتي، ما كنت يعني احكي كل شيء، انا من نوع ما بحكي بالتفاصيل. حتى مع 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 الاولاد ما كنت احكي بالتفاصيل، بنحكي بالجوهر. طبعا التفاصيل احيانا مهمه. نعم كنت انا اتجاوزها، وكان هذا كمان يمكن احد الاخطاء انه ما احكي بالتفاصيل او ما احكي نهائيا انه نحن في تواصل. ايه يمكن في ناس كانوا هيك وفي ناس ما كانوا، يعني كان هذا اسلوب يمكن احيانا بده توضيح وما كان بيروح الحاله تبع الصمت القوي. هذا كان يمكن ليتنا عم نحكي كثير صرنا هلا على ثقافة الاعتذار قديش بتمتلكها؟ مين اخر حدا اعتذرت منه اذا عندك هيدي الجرأة تعتذر؟ للاسف للاسف هي عم اقول للاسف انه احيانا البعض بيعتقد اذا بقول لك انا اسف معناته هو ضعيف او هو غير رايه. اسف موجوده بكل لغات العالم، I am sorry, je suis désolé, أنا آسف، أعذرني، عفوا، لأنه ما في إنسان ما بيغلط. لما أنا بتقلي آسف أنا بسامحك فورا، بس تعال قلي آسف أو أنا غلطت بحق نفسي قبل ما أغلط بحق، غلطت بحق الحياة، بحق الوجود، أنا غلطت معك لأني كنت كذا كذا كذا، سامحني، forgive me. ولا ما طلعت كلمة forgive me, never give up، يعني دائما بيكون في طريق مفتوح. لا ماني ضد إنه أقول سوري،
أنا آسف. حلو. أنا آسف هلا من ناس كثير إذا كنت أنا أخطأت. في حدا بتذكره؟ لا بس بالعموم أكيد أنا أخطأت مع حدا، ما في حدا ما أخطأ مع حدا. ب ب ب أنا بعتذر من كل إنسان أنا أخطأت معه، وبتمنى كل إنسان يعتذر مني إذا أخطأ معي، يعتذر من نفسه، يعتذر من نفسه ما يعتذر مني، إنه آسف أنا غلطت، مشان هو يتطور أو يشوف أخطائه ب ب ب بطريقة مختلفة. نعم. اليوم إلك مرأة بالطبخ صح؟ عندكم شيء هون شيء لنطبخ على الهواء؟ لنطبخ هلا تجريبي نعمل بيان على الهواء. انا بحب الطبخ. شو بتطبخ اكثر شيء؟ شو انا بحب السمك. تعمل سمك؟ سمكه حره وهيك قصص؟ سمكه حره. تطبخ لإلك ولا للاخرين؟ بحب اطبخ للاخرين، ما بحب اطبخ لحالي، يعني احيانا بطبخ لحالي، احيانا بطبخ بحب الناس تشاركني بهيدي القصه، وانا عم بطبخ يكون في حدا ونطبخ ونحكي ويعني الطبخ فن. معزومين صوت الشباب اكيد. معزومين صوت الشباب حقيقة. انتوا عازميني ولا انا عازم؟ عازمين. ايه اوكي. معزومين لعندك. اوكي وكل المستمعين كمان اذا بدك. وين ما بدك، في ساحه عامه بنعمل مطبخ كبير لكل الناس اولادك اليوم خارج سوريا، هل بتعاني من وحده او طبعًا. بتحس بوحده؟ طبعا طبعا. احيانا احيانا بحس انه انا ما بس بشتاق لهم، محتاج يكونوا موجودين بحياتي ولو حتى بشكل مش يومي او انه بشكل او اخر، بس اللي بيشيلني من هذا الاحتياج احيانا كمان مو دائما احساسي انه مستقبلهم هو الاهم، حياتهم هي الاهم. خلص استلموا الرساله، بس طبعا هم بيحتاجوني كمان وبيشتاقوا لي وبنشتاق لبعض كثير. طبعا خلال السنه بنشوف بعض مرتين، مره مرتين على الاقل، بس انا احيانا هلا بحتاج اشوفهم اكثر بكثير من ما كنت بالاول، لانه بس ضل أقول لا، مستقبلهم أهم، مستقبلهم أهم مني، لأنه هن لما بقول هن أبناء الحياة مو يعني إنه هن ما نون ولادي، بس إنه هن ما نون حكر، ما بحتكرهم كأبناء، أمنا هي الحياة، نحن أبناء الحياة، بس هذا ما يعني إني أنا ما أحس إنه أنا محتاجهم أو أنا معهم أو بكل لحظة، وهم نفس الشيء. وهذه الصيغة البسيطة اللي تبدو غريبة أحيانا هي نوع من إعطاء الحرية للأبناء. وبدي فسر كلمة بوزة اللي بيقول لا إبداع في حضن العائلة، هذا لا يعني إنه نحن نتخلى عن العائلة، ولكن هذا يعني إن إحنا الإبداع بده عزلة، بده انفصال شوي، بده مسافة، بعدين العائلة موجودة. العائلة أهم شكل إنساني على الإطلاق، وأكثر شكل أيقوني مقدس هو العائلة. تحياتنا لأولادك إذا عم يسمعونا، وبظن عم يسمعونا. رأيك بعمليات تجميل اليوم حضرتك ضد البوتوكس وتوابعه، قد ايه بيأثر على البادي لانجويج تبع الممثل المسرحي او التلفزيوني؟ انت قريت افكاري كأنه أنا... لا شوف، كنا عم نحكي بشغله بسيطه كثير كثير كثير. هلا مثلا انت سوري انه ممثل عمره 30 سنه 40 سنه 50 60 سنه، ملامحه هو 60 غير ملامحه هو 40، ممثل على خشبه المسرح في اليوم الأول للعرض، وهذا خدنا فيه، ما عم بحكي نظريات حتى ما حدا يفتكر، كله من خلال تجارب عشناها سواء أنا أو غيري. لما بيبتدي الممثل بحياته على المسرح أول يوم غير تاني يوم غير بعد 30 يوم غير بعد 60 في خبرة وتراكم، بتغير وشه. نعم. بعد 10 سنين بتغير وشه، بتغير عقله، بتغير تجربة الحياة. لما بيكتسب تجارب روحية وعاطفية وعقلية وثقافة ومشاهدات، بصير في عنده ملامح. يعني هلأ أنا وشي غير قبل سنتين، غير قبل خمس سنين أنحف اليوم. هو هيدا تفكر تلجأ لها هيك كم إبرة بوتوكس أو أعوذ بالله؟ مستحيل. لسبب هلأ بدنا نقوله أنه لما بيوصل الممثل هيدي الملامح اللي هي نتيجة خبرته، البوتوكس أو السيليكون، انت عم تروح نعمة عطتك اياها الحياة، انه يصير عندك قوة وقدرة على التعبير بوشك عن تجاربك ببساطة اكتر. انا ما عم بحكي عن، عم بحكي بالمطلق، هذا الكلام ممكن نقوله باي زمان واي مكان ولا اعني احد. انا ضده حتى مو بس للممثلين، انا يعني ليش انه انسان او انسانة في يعني طبيعة الله اعطاها هذا الوجه، ترك الطبيعة تكون وشك عبر تاريخ حياتك بطريقة. اذا توصل لعمر معين، الباتشينو مثلا، روبرت دينيرو، جاك نيكولسون، جوليا روبرتس، مين بيعمل بوتوكس من هدول؟ ولا حدا.
لأنه ملامح علاقة أعصاب الدماغ بعضلات الوش مع وسائل التعبير البسيطة للوجه بعد خبرات عالية بالتمثيل الهادئ البعيد عن المدارس التي أصبحت من الماضي السحيق أمام طبيعة الإنسان الطبيعية اللي عم بحكي بشكل أو بآخر ببساطة. أنت عم تروح لنفسك فرصة أن وشك يكون معبر بفلكسيبلتي، فصلت الأعصاب عن العضلات، صار في أي رفلكس أي شيء من جوا ما بيتعبر عنه بالوش بطريقة طبيعية لما بيكون الوش محطوط في هيدي المواد اللي هي بالأخير مواد عم يعملوها، يعني يطلعوا يشبهوا بعض، موضة يطلعوا مثلا موضة موضة للأسف. أنا ماني ضد البوتوكس والفيلر وكذا، عدوى عدوى اجتماعية، عدوى أنا بتصور هيدي عدوى غير محببة لأنه contagious psycho disease، يعني هو بالعدوى والموضة. أنا مو ضد البوتوكس ولا إذا بالمعقول أوكي، بس في 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 شغلات أنا شفت ناس ما عرفتها والله ما عرفتهم، خسارة. بتقلهم ولا ما عندك؟ لا ما ما بيحكي جاملهم شو هالحلاوة. لا ما بيحكي لايك ولا هيك، إنه أحرار، كل واحد حر بالأخير يعني بوسائل تعبيره. بس أنا بنصح الجيل الجديد ودائما الممثلين والممثلات الجدد اللي ما تعرضوا لهيك نوع من العمليات غير عمليات التجميل الخفيفه انه ما يدخلوا بعالم البوتوكس ولا السيليكون، لانه بعد سنتين ثلاثه يمكن يبطلوا يجي غيرهم اخطر منهم او كذا، لانك انت عم تضيع على نفسك فرصه انك تجسد وشك بتجربتك بعد سنوات طويله يكون وشك نشف. لا ما يدخلوا بهذا المجال يعني. اليوم ضد عمليات التجميل وضد الفيسبوك والتكنولوجيا الدارجة. لا مو الدارجة، استخدام الخاطئ. لا لا باستخدام، أنا ما خليتني كفي، استخدام الخاطئ. ما بتخاف يتهموك بالعقلية القديمة مثلا أو حدا مو open mind كما هو دارج؟ شوف بدي أقول لك من الأخير، في أمريكا وفي أوروبا وكلنا نعرف حاليا في حملة فظيعة ضد الإنترنت تحديدا. في واحد من مؤسسين شركات الانترنت عمره حوالي 75 سنة بيقول بهالمعنى أنا ندمان بس ما بينفع الندم. انتشرت الشبكات بكل أنحاء العالم وهذا التواصل الاجتماعي عمل نوع من أنواع التفسخ الاجتماعي. إذا كان هو عم بيوصل المعلومة بهذه الطريقة السريعة فهي معلومة غير ناضجة أو إلى آخره. هلأ أنا مو من عندي هذا الحكي، بكل دول العالم صار في خوف على المؤسسة الاجتماعية، على العائلة، على الأولاد، على الصداقة، على الحب، على الفن. هلأ أنت بتعتقد أنك أنت هلأ قاعدين عم نحكي فيس تو فيس، نقدر نحكي هذا الحكي على الفيسبوك؟ أكيد لا، ما بنقدر نحكي. هو الفيسبوك يعني كتاب الوجه وليس الوجه. لما بقول لك أنا فيس تو فيس، أي ونت بدي أشوفك فيس تو فيس، في ممثل مع ممثل بيمثلوا على الفيسبوك ولا بيروح قدام الكاميرا أو على المسرح بيقولوا فيس تو فيس؟ عم يتزوجوا، عم يطلقوا، عم يحبوا، عم كله على الفيس. أوكي. أنا قلت كلمة من سنين، أنا ماني ضد الفيسبوك ولا شرط أنت تستخدمه بلغ. ما هو يستخدمك وهو فكك علاقات، عمل علاقات خاطئة في المجتمع، فكك، هدم قصص حب، شرع عن الخيانة، عمل قصص كانت أشياء كثيرة. ليش؟ لأنه وجبة سريعة، ولما بيكون في الإنسان مضغوط أو بصير في عنده تفجير طاقة بيعتبره نوع من أنواع الحرية جديدة، أنه أنا نضجت أو أنا صرت بعالم تاني، بيكون هو من غير ما يعرف انه يعني في عمليه برين واش، غسيل دماغ عبر الاجهزه. كان عمري 17 سنه بالبكالوريا بمدرسه جول جمال ام خلدون باللاذقيه، كتبت شغله تاتي الينا من الغرب موجات عبر الموسيقى والازياء والشعر لتغيير ملامحنا وطمس هويتنا. لا كان في انترنت ولا من وقتها كنا نحس انه في برامج عم تيجي بدها تبرمجنا لحتى نصير مختلفين نطمس ملامحنا الهويه. هلا الفيسبوك مو بس ببلادنا، باي بلد في العالم. تصور انت مثلا، انت هلا انه هلا انا بدي انه لما بيجيني لايك، هلا انا رايي الشخصي على الفيسبوك عده اللايكات تبعي بتطمن انه والله في معجبين، او ما اجاني لايكات ديسلايك ما بقدر انام مرتاح. طيب انا بشيلك بحطك بالشارع، فوت بين الناس، احكي مع العالم بالطريق باي بلد في العالم، واجه الناس، اسمع اخطائك، عيوبك، محاسنك، محبه الناس لك، حبك، تفاعل، كمس. بعدين الريحه، يعني اذا انت بقاعد ما في بيرفيوم، البيرفيوم هو الجوهر، ما في حوار. هلا هذا حوار بين شخصين، مهما حكينا على الفيسبوك او على الواتساب، ما بعرف بكتب على الواتساب، ما بعرف شو اللي بكتب. هلا مرحله اكتب فيها على الفيسبوك، 30 سنه انا بكتب مسرح وقلت كلمتي، شو بدي اكتب على الفيسبوك؟ اجل لقد كتبت عن المسرح ولكن المسرح الان انني ابكي على وضعي. هذا الكلام انا بتصور كنا ندور نفكر باصدقائنا بالطريق، يطلع صديق قدامك من التليباثي
تواصل الروح تخاطر ما بس في سوريا، بأي مكان في العالم حصلت معي، صارت معي بفرنسا بمصر بأمريكا. هلا بعلم النفس بيقولوا فكر بشخص ممكن يطلع لك لهالدرجة. لا هو أنت لأنه إنه لا طاقات طاقات الموبايل موت طاقات كثيرة. بعدين أصلا أحلى كلمة على الموبايل، ألو وينك شو ويني فورا وينك أنا وأنا وأنا أصلا عم بالحمام. طب شو يعني لحقني فولو لايت على الموبايل. الفيسبوك الوظائف. هلا أنا ما ضد إني أنا أعمل فيسبوك فني أو بيج خاصة في أعمالي شغلين، ما في إساءة، ما في شخصنة، ما في حكي عن أشخاص، ما في ما نزل المستوى أنا أو غيري. أنت فنان عندك رسالة أو إنسان عندك رسالة، بتحط قصيدة، بتحط مسرحية، بتحط صور فنية، بتسلم على الأصدقاء. أما يتحول الفيسبوك لمنبر، هذا شو بسموه التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. سوشيال ميديا سوشيال ميديا الميديا الاجتماعية فرقت المجتمع عن بعضه. يعني وينك يعني انتك على الفيسبوك راحت لسنين غير ما اشوفك. نحن عم نتواصل ونحن عم نشوف هو عم عدم نحن ما عم نتواصل عم نحاول هذا لا تواصل. هيدا هون بقى سيطرة الميديا على العقل، وهذا مو كلامي انا لوحدي، كلام باحثين بالقصص. وانا كان رايي بهذا انه انت استخدمه لا تخليه يستخدمك. ضروري انا اطلع كل يوم انا على الانستغرام ورجي قصة حياتي من لما كثير لحتى نام وشو بلبس وشو باكل ويا احبائي ويا حبايبي. انا بفضل هيدي القصة هي بصراحه مالك ما بذكر اسماء باخر هيك الو وينك انا ليك من لبست فستان ازرق كرافات ما بعرف شو شعري مقلوب بالسياره لازم اقفل على القصه بالصفه وصلوا لسكربيني ولا قصص ثانيه. بس هذا متخلف، هذا عقليه المستقبل. انا بحكي this is the mentality of the future of you. هي عم بحكيها بالانجليزي اللي في عنا جمهور انت البرنامج بامريكا، في ناس بامريكا اول امبارح حكوا معي قالوا لي لما ما تحكوا ما عم بيعرفوا يحكوا عربي قلنا له رح نعملها بالانجليزي او بالفرنسي انه ما بدهم اياها لهالقصه. ما تبقى من هذه الفقره عندك تجارب كتابيه غير المسرح والتاليف، شيء من الخواطر وفلسفه خاصه، يعني شيء من خربشات ابداعيه. حاخذ هيك شويه فاصل من عند امير ونرجع لنسمع شيء من موبايلك. انا مصر مكملين معكم مستمعي صوت الشباب، وهذا الوقت المخصص لهذه الفقرة، فقرة هذا أنا. حنسمع هيك شوية خربشات إبداعية أنا سميتها للقدير جهاد سعد. لو نسمع هي القصة، أي كتابة أو أي حرف إذا ما كان عن تجربة لا يبقى بالذاكرة. وكل ما اختصر الحرف و تكثفت الكتابة كل ما كان المعنى أقوى، اللي هو الاختزال. بمعنى ممكن قد نصل إلى يوم ما للقصيدة الصامتة. يعني ممكن نقعد نص ساعة ما نحكي بس لما نفهم على بعض هذا كلام. فلما بنختصر اللغة بتكون تجربة روحية عميقة وصلتك لحالة من خلالها ممكن تحكي ببساطة شديدة جدا من غير تعقيدات الثقافة اللي بتشبه الثقافة وما أنا ثقافة، ثقافة الكتب أو ثقافة الجرائد أو الثقافة اليومية. لأن التجربة الروحية هي اللي بتعلم بالإنسان أو هي خلاصة مرحلة ممكن من خلالها أنت تجسد بعض الكتابات البسيطة. نعم حنسمع شيء. هلا هي القصة بسيطة كتير. مشيت على الشاطئ، أتت موجة بزبدها الأبيض إلي مبتسمة، عنقتها، صرنا سرابا بعيدا. حبيت. قالت لي القبرة من أنت؟ صمت فابتسمت واختفت في عمق السماء. طار العصفور من على الشجرة، طار، لحقته روحي، خفق قلبي مرتعشا. وحين وصلنا السماء أنا والعصفور أخذتنا ريح غريبة نحو الأبد. غمرني النور فصرته، رأيت حكيما يصعد الجبل. هاي قلت له خذني معك. ابتسم، أدار وجهه عني واختفى. خديني إليك أيتها العاصفة، فأنا لا أحب النسمة الرقيقة.
تلون وجهها بالأرجوان، عرفت أنها نسمة رقيقة متنكرة بروح عاصفة. ما رح فسر، ما بيتفسر الحكي. قابلت القدر صفعته، انفجر بضحكة ملأ صداها الكون وقال لي: أما أنا من أوحى إليك بأن تصفى عني؟ وتحول إلى غيمة. كنت على سطح السفينة أتأمل البحر، صرخ بحار في وجهي: ادخل إلى القمر كي لا يأخذك الموج العاتي. قفزت في البحر. بترك تفسير للمستمع أو للتلقي أو للشباب اللي هن بدهم يكونوا يوما ما عندهم نور الطريق وماسكين المشعل بإيدهم. باقي شيء؟ باقي واحدة صغيرة بحب أقولها. إذا كان ذهبت إلى الحرب، عدت عصفورا. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma vie, ma vie, ma triste vie, ma triste vie, qui traîne, se traîne sans raison. أرجعنا مستمعي صوت الشباب ومكملين معكم مع الكبار بالفقرة الثانية ببرنامجنا. فقرة عندك الجرأة مكملين ما بدأناها الحلقة الماضية، أكيد فقرة مكشفات وتصريحات وآراء للضيف وانتقادات. شاركت بلجان تحكيم بالعديد من المهرجانات المسرحية ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما أدرت ورشات إخراج وتمثيل. اليوم بظل انتشار ظاهرة لجان التحكيم واللي بتضم يمكن نجوم قد لا يكونوا على مستوى يقدموا التقديم أو التقييم بالشكل المناسب، شو رأيك بهيك تجارب؟ اولا كلمه لجنه تحكيم بتخوف، يعني انت قاضي بتقضي على مستقبل حدا او بترفع مستقبل حدا، يعني لذلك هي بتخوف، فعلا بتخوف. قضيت على مستقبل حدا يمكن صراحة. انا ما في حدا اجا موهوب وما انتبهت في يوم، ولذلك انا بتكون لطيف بالعاده ولا بتعطي قاسي؟ لا 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 بال بال بالمقابلات لا، نحن بنمهد لهم الطريق لحتى يكونوا مسترخيين على المسرح. مثلا بالمعهد لما بيجي ناس كتير بيقدموا حوالي 1000-1200 شخص كل سنة، لما كنت أنا بلجنة التحكيم من ريحون منعطيهم، بيكونوا جايين متوترين قلقين، الكل بريحون وكذا لحتى يبين هو على حقيقته، ما يمثل ما يتوتر. ما يعني اللجان اللي عم نشوفها اليوم هل هي على قد المستوى؟ النجوم اللي عم نشوفها وين مثلا؟ إن كان بالتمثيل، إن كان بالغناء، إن كان بالفن بشكل عام، عم يجيبوا يستقطبوا الوجوه يلي ما عندها تجربة، لكن نجوه ونجوم ستاف أول. أنت قلتها، اللي ما عندها تجربة. أنا بلجان التحكيم لازم يكون في خبرات عالية المستوى، مارسة الشيء التربوي، مارسة مو بس إنه الإخراج أو التمثيل أو الكذا، لا، مسألة الخبرة انه هو يقدر يلتقط اللي قدامه بطريقة مو من وجهة نظره، بطريقة موضوعية، اذا كان هذا منيح ولا لا. في معايير، هي المعايير بدها ناس كبار كبار بمعنى. خلينا نذكر بالاسم برنامج كاستنج يمكن عمل من فترة، من شي سنة او سنة ونص، كان من لجنة تحكيم قصي خولي، باسل خياط، وكارمن لبوس، وحدة من مصر. اليوم هدول الاسماء هل هي قادرة تقدم تقييم حقيقي عم يتقدم لهيك برامج؟ انا يمكن ما شفته لهذا البرنامج، شفت حلقه واحده منه من زمان كتير. هلا ما قصت هيك، كلهم نجوم وكلهم ناجحين وكلهم عندهم تالق وكلهم اللي ذكرتهم الناس بتحبهم، ما في شك. يمكن بالبرامج التلفزيونيه بيبقى الوضع مختلف عن انك انت عم تختار حدا لدراسه اكاديميه،
يعني ممكن هذا الشيء بيسمح انه يجيبوا نجوم محبوبين ليعطوا تألق للبرنامج. هي ميديا بالاخير، هذه ميديا بالاخير، هذا برنامج عم يدفع عليه مصاري، عم يدفع عليه في سبونسرينج، في ادفرتايزنج، في هون بقى بيجي دور الفيسبوك بيدخل كمان، دور الميديا بتدخل لما بيجيبوا نجوم بهذه الطريقة وهن إيجابيين مع الناس، ناس بتحبهم، بيختلف الوضع أنك أنت تكون تعال للمعهد العالي في المسرحية بأي بلد في العالم أو أكاديمية أو استوديو ممثل. لو أنا عندي استوديو ممثل مثلا، إليا كازان بأمريكا كان عنده ما يسمى استوديو الممثل، هو لحاله كان ينقي الممثل اللي بده إياه ويقول له أنت جاهز لأنك تتدرب عندي، ولا الثاني لا انت ممكن تكون منيح بس ما انك جاهز للدرب عندي. بس بهي البرامج لانها برامج تلفزيونيه وفيها لا تخلو من الميديا والدعايه والاعلان، لما بيجيبوا نجوم بهذه يعني عندهم هذا التالق هذا النجاح، بتصور الشغله معنا بخطوره انه يكونوا باكاديميه فنون باي مكان اخر في العالم. نعم، درست بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. اليوم البعض بينتقد حاله التضخم اللي بتصيب طلاب المعهد من لحظه دخولهم يمكن للمعهد، بيشعر كل واحد صار عملاق او ممثل مكتمل، ما عاد بيتقبل اي ملاحظه من الاساتذه. اليوم اذا في هيك ظاهره، مين المسؤول عن هذا المرض يمكن قد يصيب البعض؟ هل هن الاساتذه عم يكبروا الخس براسهم مثلا؟ لا، انا صار لي فتره منقطع عن المعهد العالي للفنون المسرحيه. في ناس درسوا بالمعهد سنوات اكثر مني، الاستاذ غسان مسعود، الاستاذ فايز قزاق، كثير، الدكتور سامر عمران، عجاج الحفيري، الدكتور عجاج الحفيري، الدكتور تامر العربيد، ما بذكر كل الاسماء اللي درست سابقا او ما بقدر لانه بنسى. في ناس درسوا اكثر مني. بتجربتك الطلاب اللي درستهم هل كان في حاله من التضخم لديهم؟ يمكن الوركشوب اللي انا بعملها هي بتقربني منه وبتقربه مني، بتقرب الممثل من ذاته الحقيقية جدا. يعني بتصير القصص الطبيعية وفيها باور وفيها حضورات على المسرح، نحكي عن او امام الكاميرا او اي شيء، بنحكي يعني بتحكي عن الانسان. انا ما بتصور اذا كان هذا الشيء حاليا موجود بالمعهد، انا بربطه ليس فقط بالمعهد او بالتدريس او مثل ما حكينا المره الماضيه بالمنهج او بالطالب لوحده او هي الحاله العامه حاليا، نحن بحاله حرب، فهذا لابد ما يعمل توتر. هذا بصير بده ضبط اكثر بقى وتواصل اقوى، ولازم نقرب من 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 الطلاب، نعرفهم، نتعرف عليهم انسانيا، نشوف هن مشاكلهم الخاصه. جيل جديد، شباب عنده طموح، لسه عنده مستقبل، يمكن اذا حس هيك شوي بذاته هو نوع من التمرد على الشيء اللي عم يحصل معه وعم يصير معه بالحياه او بالوجود. فهذا كله بالورشات، بورشه العمل او لازم نشتغل عليه، يعني مساله تربويه بحته. نعم. ما مسؤوليه الطالب ابدا لوحده ولا مسؤوليه الهيئه التدريسيه لوحدها، ما عم نحكي بشكل او باخر، هي مسؤوليه عامه، هي كيف نحن نجي نقرب هذا الشيء للشيء الانساني. لانه هذا الطالب اللي دخل على المعهد برغبه وقبله المعهد، ما في شك المعهد مسؤول عنه خلال 4 سنين لتهيئته لانه يكون ممثل او مخرج، هي مسؤوليه اكاديميه. نعم. اليوم المسرح السوري لا يبدا صفحه جديده كليا، هل بيحتاج لكادر متخصص بالاداره ام لمختصين بالاخراج والتمثيل والديكور والصوت والى ما هنالك؟ هل قادرين نرجع نصنع مسرح حقيقي؟ طبعا، والا بتوقف الحياه. لا يتوقف المسرح عن شخص واحد، كائن من يكون، ان يكون مخرج او ممثل صار طوطم لا يمس، او انه هو الوحيد فينا انا او غيري او اي حدا متت انا واقف مات المسرح، لا ما صح هذا الحكي. ولا نحن كجيل لما ابتدينا نحن وصغار كان في قبلنا ناس كبار بالمسرح، ما كنا نحن عملنا تجربتنا. لو كان نحن اذا ماتوا هدوك مات المسرح، واذا انا متت او غيري مات مات المسرح، المسرح حي ما بقيت الحياه. وانا قلت بكلمه المسرح العالمي سنه 95، المسرح يبقى والممثل الماثل يبقى. طبعا هلا نحن بحاجه لتقنيات جديده، تكنولوجيا جديده، عقليه جديده بالتمثيل، عقليه جديده بالاخراج، عقليه جديده بالكتابه، عقليه جديده بالاداره، عقليه اكثر انفتاح، اكثر تقنيات، اكثر استيعاب للمواهب الجديده والقدره على تجسيد هذه المواهب باعمال فنيه من غير تشويهها، مثل ما بيصير ببعض المعاهد الخاصه اللي مشكورين بس كثير من الممثلين ما تكونت شخصيتهم خلال شهرين ثلاثه. ما بتكون انت ممثل جاهز لانه اجابه الحياه ما في سلاح بايده. نعم. إعادة الصياغة، نحن بمرحلة هلأ يجب إعادة صياغة الكثير من المؤسسات الفنية الموجودة بسوريا. هل ستكون شريك بهذه الإعادة الصياغة للمسرح؟ خليني أقول إذا كان أنا عندي طاقة وبالتالي
بتمنى اكون، بس ما بعرف شو الدور اللي ممكن العبه. لحد هلا انا يعني بحس انه يعني هي كلمه يمكن مستغرب البعض، انا مستقبلي صار وراي، عملته خلص. بس هذا مو يعني انه خلص ما راح اعمل شيء، بس ما بعرف شو ممكن اعمل، بس بدي اعمل. العنوان العريض لفحوى مسرحياتك ونصوصك الحب والموت والسلطة، لكن هل بتشوف اليوم انه المثقف العربي خليني اقول كان ضحية السلطة والقرار المؤسسات الحكومي؟ هاي كلمة بدها بحث كبير كتير. يعني على كلمة سلطة او باور هي قوة او قرار استطاع. خليني اقول لا يمكن يكون القصة دخلنا بمسألة البيروقراطية يعني او الروتين اليومي اللي بيوقف عائق امام كتير من القصص اللي ممكن تكون توصل للناس. ممكن يكون الإنسان سلطة على نفسه، إذا كان الموهوب سلطة على نفسه بأفكاره انتهت الموهبة، إذا المؤسسة سلطة على الموهوب انتهت المؤسسة. يعني في مؤسسات بدها نسف وتغيير من أول وجديد، إعادة صياغة من أول وجديد بعقلية جديدة. نحن سوريين، سوريين، شوف حضاراتنا كيف كانت متمثل هذه الحضارة، ولا نتحدث فقط عن أنه نحن كنا. انت خلاصة الحضارة، شو التنوير اللي أخذته انت من كل الأساطير القديمة مثلا؟ هلا بدنا ندخل على موضوع ثقافي، نرجع على موضوع التقني. نحن يعني هلا مثلا بيقولوا لي انت كيف كتبت، انت سألتني يمكن كيف كتبت ملحمة جلجامش؟ 10 سنوات من البحث المضني لكتبت ملحمة جلجامش وأسطورة أشتار وتموز وأسطورة إينو ما إليش، أسطورة الخلق السومرية الأولى. هذا بحث. نحن بحاجة لمؤسسات ليست إدارية ولكن إدارية فنية. في مدراء يعني ممكن ما يكونوا بهال يعني يفتحوا المجال للشباب. نحن لما عملتنا نادي المسرح بالمسرح القومي بالتسعينات طلع منه مخرجين مسرحيين فيما بعد استمروا وصاروا مخرجين بالمسرح القومي وأساتذة بالمعهد. يعني هلأ عرض مسرحي ناجح، عرض مسرحي أخذ جائزة. أنا بدي أحكي لأول مرة عن عرض مسرحي سوري أخذ جائزة أفضل نص بتونس مؤخرا مرجان قرطاج. أنا لما عملت مسرحية كاليولا وأخذنا جائزة ذهبية بقرطاج فتحت لنا كل أبواب المسرح بسوريا وبلبنان وبمصر. تعالوا لما أنت بتعرض مسرحية بعدين بتعرضها بعد ما بتاخذ جائزة بعد النجاح، الناس بيحبوا يشوفوا حاليا هذا النجاح. مثل كرة القدم، خلينا ناخذها حتى على صعيد فريق كرة القدم، الناس كانوا منتظرين الفريق السوري يربح لتفرح سوريا. اوكي، انت لما بتشوف عمل مسرحي ناجح وجايب جائزه لازم تنفتح له الابواب. شو اسمه العرض المؤلف الاستاذ سامر اسماعيل، لازم انا قلت له تعرض مسرحيتك باي طريقه من الطرق لحتى الناس تشوف النجاح هذا. انت باسم سوريا عرضها بالمعهد، عرضها بالمسرح القومي، عرضها بالاوبرا. ما تقول لي المكان، ما تقول لي في ازمه، ما تقول لي ما في. نحن يعني يجب، لا نحن المسرح بحاجه الى مجانين لتكسير العوائق والحواجز ورفع الحواجز للدخول لمسرح، مسرح الكلمه والانسان. او هذا هيدي هذا هذا الشيء كان موجود من 3000 سنه بسوريا ومفتوح الابواب للطاقه الروحيه الادبيه. كل الرقم، ليش هلا بنربط التاريخ حتى ما يفتكروها نظريات، بالواقع افتحوا الابواب للشباب لحتى يقفوا على خشبات المسارح مثل ما فتحت لنا الابواب وفتحنا الابواب بايدينا لحتى حققنا ذاتنا وتجربتنا. نعم. يجب فتح الابواب للشباب تحديدا، لانه بنرجع بنقول مثل هذيك الحلقه هن المستقبل. يجب نزع العوائق امام كل المبدعين. لما المبدع هو نازع العائق من عنده، انا ما بجي بحط له عائق، افتح له باب المسرح خليه يعرض، اعطيه مساعدات. بقول لك في عائق في المسرح، في العائق هلا في كلمه المسرح، العائق في من يقول ان هناك عائقا في المسرح. اشتغلنا على مساحه فارغه، على مكان فاضي، عملنا بروفات بمكتب عنبر، عملنا بروفات على البحر باللاذقيه، عملنا بروفات بمعلوله بالشق تبع معلوله، عملنا بروفات بالجامع الاموي بكاليجولا سريه، ونرجع على المسرح ناخذ باور، لا نقول والله ما لقينا مكان، ما حدا اعطانا مكان، خذ المكان انت قبل المكان انت بتوجده ان شاء الله بالشارع، منين طلع كافي تياتر بفرنسا باوروبا او مسرح الشارع او مسرح المقهى؟ ناس مسرحيين. شوف هلا الرقص بالشوارع على مصير بالعالم، بيكون 2 بصيروا 4 بصيروا 100 بصيروا 500 عم يرقصوا بالشوارع، الشارع مكان. لما المؤسسة تصبح عائق أمام المبدع، هذه المؤسسة لازم تنتهي كل قوانينها. حلو، ما بصير، لأنه الإبداع طاقة أقوى من أي مؤسسة بالعالم. وأنا كنت مدير المسرح القومي 6 سنين، وأنا كنت ضمن مؤسسة ضمن وزارة الثقافة، وكنا نشتغل يعني 52 53 مسرحيه طلعوا خلال 5 سنوات. مو انا اللي طلعته لوحدي، بمجموع الكل فتحت ابواب المسارح، فتحت ابواب المسارح. ليش المسارح مغلقه؟
هلا في ناس عم بيقولوا لي المسرح الحمراء حزين، مسرح الاباني حزين، طيب ما في غير هدول بالبلد؟ اوكي، مسارح حلب، مسارح اللاذقية، مسارح انه بس في ناس لهلا باللاذقية عم يشتغلوا، بحمص عم يشتغلوا، بحلب عم يشتغلوا، بدمشق عم يشتغلوا، بس يجب القاء الضوء على خاص بعض الظروف على هذا النوع من المسرح الشباب، مهما كان هي تجربة اعطيها حقها. طبعا عندنا مهرجان مسرحي سنوي بسوريا، كيف تقيم هالنوع من المهرجانات؟ رغم اني بعرف انك تدعى وغالبا لا تشارك يمكن. لا ما بشارك، بشارك كضيف بس، انا ما بشارك بمهرجانات الشباب الهواة. نحن محترفين، شاركنا بمهرجانات دولية. تدعمون كلا؟ ما بحب احكي عن هذا العطاء، اكيد انا اي شيء بقدر ساعد فيه بالمسرح الجامعي كنت روح على ورشات عمل. ما بتقصر. بغريزتي، روح بالغريزة من غير حسبان، هذا هو العطاء اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي. روح بالبصيرة، ما روح بالبصر، روحك شيء يخدني يسحبني. هلا انا بسمع انه في بروفات مسرحية ما بشوفني غير شو جابوا لهون، لان انا واحد منكم ما جاي راقب. انا ما في عرض مسرحي حضرته انا وعم راقب، لما بدي ادخل على العرض وانا كفنان او غيري عم براقب ويحلل، نحن ما عم نقدم المسرح لهذا النوع من الناس البريفابريكيت. جبنا جمهور بريء، إنسان بريء، فنان بريء، نقي، بيور، يشوف ويتفاعل. أنا مع التفاعل. حلو. طبعاً لما بقدر ساعد، لما بقدر ما حتقصر. بتقول إنه المسرح تطور للفكر، أما التلفزيون فهو مليء بالأكذوبات ولا يصلح إلا للتسلية، أي لا بحط تصريحاتك. أنا قلت مو بهن، مو بهن. ولا مجال للمقارنة بين الإنتاج التلفزيوني والإنتاج المسرحي بسبب شركات الإنتاج. عندك وجهة نظر عن شركات الإنتاج؟ ما في واحد، ما في ممثل بعتقد إلا عنده وجهة نظر تجاه شركات الإنتاج بسوريا أو بمصر أو بأمريكا أو فرنسا أو مكان في العالم. يعني شركات الإنتاج دائما إذا ما كان إنتاج فني بالمعنى الكلمة للإنتاج الفني، بتكون إنتاج يعني كلمة الإنتاج، بتعرف أنت إنه أستاذ يامن إنه الإنتاج والإخراج بيدرسوه في معاهد السينما في العالم 5 سنوات. الإنتاج بيدرس سينما، بيدرس إخراج. عنا بس معه مصاري بيعمل إنتاج. ما هي المشكلة بقى إنه ما بيعرف مسألة القيمة. بصير صاحب قرار بيتدخل بال. أيوة، مسألة القيمة مسألة مقدسة، القيمة، القيمة. لما أنت تتعامل مع إنسان قيمة بشركات قزمة سعلوكة ما بتعرف غير إنه الكسب المادي، هيدي كارثة، وهذا الشيء عم بيصير كتير للأسف، سواء بسوريا أو بمصر. ونحن بالمحصلة النهائية، هل اليوم شركات الإنتاج شريكة برداءة المنتج؟ مو دائما، مو دائما. في شركات إنتاج بصراحة محترمة قدمت منتج فني عالي المستوى، من غير ما نذكر أسماء المسلسلات، وكانت متفاعلة، وكانت هذا المسؤول المادية يعني ما هي اللي بتلعب دور الأساسي، كان الإنتاج الفني مع الربح المادي مع السبونسر كله. بس في شركات إنتاج جديدة طلعت ما حدا بيعرف مين هدول ولا شو الخلفية تبعهم، معين شوية مصاري أو أغنياء الحروب، عملوا شركة هون أو شركة هون، جابوا كاتب كم ورقة، كتب فلان أخرج، الثاني مثل، شو هذا اللي عم يصير؟ طبعا الشركات الانتاج لازم يكون في عليها كثير من الحرص، هي تكون حريصه على حتى الجيل الجديد. اذا بتتكلم مثلا، اذا عرجنا على موضوع ثاني، مساله الممثلين الجدد، الوجوه الجديده، الوجوه الجديده. نعم، بيجي مخرج بيقول او شركه بتقول بدي اعمل اوديشن او كاستينج. كاستينج، كاستينج يعني هيك كاستينج؟ شو تعال لك، بتعرف شو معنات كاستينج؟ بتعرف شو معنات كاست؟ بتعرف شو معنات سيستم؟ بتعرف شو معنات ابستيمي؟ بتعرف شو معنات منظومة؟ بتعرف شو معنات انه برغي بآلة هو يعادل اكبر قرص بالآلة؟ بيجيبوا الممثل الجديد او الممثلة الجديدة، الموهوب او الموهوبة، بيجيبوا له، بيبعتلوا بعض المخرجين، بيبعتلوا مساعد انتاج، مع احترامنا لكل مساعدين الانتاج، اللي يلا شوف لي هذا اذا موافق، اذا منيح ولا لا. هذا عدم احترام للطاقات والمواهب الجديدة، سواء درس بالمعهد 4 سنين 5 سنين اللي هي، أو هو موهوب ما ندارس، بيضيعوه وبيسيطروا عليهم. وصارت معنا كتير حوادث بالتصوير، وعيب إنهم يعاملوا الممثلين والممثلات الجدد، نحن كنا جداد وبنعرف هذا الشيء، وعانينا من بعض المسائل، إنه أنا قبلك فأنا بتحكم فيك، بيكون هو يعني ولا حدا الحق بهيك حالة بالكاستينج على مخرج العمل بالشركة، أي شركة عندها مسلسل أو فيلم سينما أو مسرحية، المخرج هو اللي بيعمل الكاستينج، مين اللي رح يخرج؟ ما بيصير تبعت أنت حدا أي كان، أيا كان يروح اللي شوف لي الممثل، شو هذا اللي كان طموح عمره يصير ممثل أو يدرس معه، أو هو موهوب من غير دراسة. وفي ناس موهوبين كتير وما درسوا، في أمثلة كتير، تيجي تعمل له تيست أو اختبار، لا خلي المخرج. احتراما للشباب، وانا برجع بقول من اذاعه الشباب للشباب ومن هذا المنبر تبع برنامج مع الكبار، من واجبنا نحن اذا كنا
قبلكم، ما رح نقول نحن اكبر منكم، الجيل القادم اكبر مننا بكثير، جيلنا اكبر من اللي قبلنا، اللي قبلنا اكبر من اللي قبلهم، كل انسان بيجي بيضيف حجره للحياه او للابداع. انا بحب اقول من هذا المنبر لكل الشباب، كونوا شرسين، كونوا متمردين، كونوا رافضين لكل من يريد ان يعمل لك كاستنج، ما نؤد ان هو يعمل لك كاستنج، طلب المخرج تحديدا يعمل لك كاستنج سواء في السينما او المسرح او التلفزيون، لانه فيها احترام. تصور يعني هذا الشيء قديش فيه رداءة أو عدم احترام للمواهب الجديدة اللي بدها تشكل مستقبل البلد، شئنا أم أبينا. هذا الشيء أنا بحزن. إن شاء الله يوصل الصوت، يوصل، لازم يوصل. تطرقت للقضية الفلسطينية بمسرحياتك مثل مسرحية أواكس، وحكيت عن فلسطين، ومسرحية بيان شخصي كمان يمكن، لكن بتقول المسرح والفنون لا تكفي. لشو نحن اليوم بحاجة لنحكي اليوم؟ هل يا ترى لا تزال القضية الفلسطينية كمان هي البوصلة بيظل اللي صار واللي عايشينه نحن؟ هلا المسرح كمان ما أكيد يعني بالنسبة لصناع المسرح قصدي أنا طبعا محليا وعالميا، المسرح ما له قضية واحدة. لما نقول قضية المسرح وهي قضية إنسانية، كلمة الإنسان تعني الكثير. يعني الإنسان ليس واحد وليس صنم في متحف أو لوحة ثابت، الإنسان كائن متغير، القضايا بتتغير والشعوب بتتغير والمعطيات بتتغير والمسرح بيتغير، مدارس الإخراج تغيرت، مدارس التمثيل تغيرت، بكفي بقى أشياء تقليدية وروتينية عم تتقدم سواء باسم فلسطين أو باسم الوطن أو باسم بطريقة مباشرة أو باسم أي شيء تاني من غير ما يكون فيه هدف من خلال تقديمها هي تحريك ذاكرة أو للمتلقي. مثلا مسرحية إيواكس عندما قدمت، أيوة أنا حطيتنا فيها، كان في دخلت فيها آيات من التوراة من سفر التكوين بمجموعة حاخامات بمعبد بيقولوا أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض أبرام ملكا أبدية، أرض إبراهيم يعني سوريا، يعني سوريا، يعني سوريا، يعني هيدي مسج كانت إيواكس ب 93. لما واحد بيقول كم سنة، كم ألف سنة صار لك ما شفت وشك على حقيقته، ليش هذه الوجوه هي وجوهنا ولا هذه العيون هي عيوننا؟ لما بتطلع أنت بتطلع دائما للمستقبل، أنت شايف الحاضر اللي أنت فيه، لازم تشوف الحاضر اللي أنت فيه مشان تشوف المستقبل، لتشوف الاثنين لازم تشوف الماضي بعين ثالثة، تاريخ. هذا الحكي قلناه ب 93 على مسارح سوريا وعلى مسارح مهرجان المسرح التجريبي في مصر. بعدين في مشهد بالأخير أطفال فوق الركام، فوق الخراب، فوق الدمار، فوق حرب الحرب، فوق رائحة البارود، فوق الدم، عم بيحكوا عن المستقبل وعن نور المستقبل وعن التنوير وعن الحرية. بيدخلوا ناس مجموعة يعني أنجلو ساكسون بالأسود مثل الغربان على المسرح بملابس سودة وبابيونات، حاطين كمامات على 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 وجوهنا على المسرح أمام الأطفال، عم يحكوا عن الحلم. يمكن كنت أنا أولى لهيدي من وراء الكمامة by the name of humanity and humanism، باسم الإنسان والإنسانية، وبيضحك ضحكة إبك فيها بانيك فيها رعب على المسرح، ونشيل بخاخات غاز وكمامات حاطينهم ونحن لابسين بدلات ونبخ الأطفال على الخشبة. وكان في بيناتهم المرحوم نضال سجري ورامي حنا وميلاد يوسف ومحمد احتائي ويوسف ابو حلا، هذا اللي بتخيلوا نضال نجم الى اخره، كان في ناس كثير. فمنبخ الاطفال وبيقلبوا انهم بيحكوا عن المستقبل والنور، بيقلبوا جثث على المسرح، مجموعه من شهداء الحرب نساء ورجال وجنود واطفال بتجي من الباك جراوند تبع المسرحيه للفول جراوند، بيمشوا شوي 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 لقدام، بيسحبوا جثث اطفال ضحايا الحروب الكبرى وبيرموهم كومة في عمق المسرح، بيدخل كفن طويل حامل مكنسة بكنس المسرح والما فيه. 93 هي سوريا. هلا بيقولوا لي عيد إيواكس، إيواكس تو، يعني هذا سنة 93 تصلح. هي رؤية كانت، ما بقى انت ما بعرف كيف طلعت بعد ما كنا ببرلين الشرقية وحضرنا آخر أعمال الألمان الشرقيين مثل هاينر ميلر وغيرهم مثل هاملت ماشين، وبعدين تحولت لغربية وصار مسرح جين يونيسكو بالكونتاتريس شو في المغنية الصلاحة. كانوا المخرجين المسرحيين الكبار في ألمانيا الشرقية يبكوا ومنهم ماتوا، لأن نحن شو بدنا نعمل بعدين؟ وصارت حرب الخليج بـ 1990 ورحلة سينا بالبسكليت وتأسيس كله هذا، اجت فكرة مسرحية إيواكس. كتبت كم وراء واشتغلنا عليها شهور طويلة على المسرح بوركشوب، والشباب هن اللي ألفوها.
يعني ممكن احكي عن المرحوم نضال سنجري شغله، بس تفضل. كنا قاعدين بالمسرح لوحدي، فانا المسرح الحمراء ولا اجى نضال. هذه المسرحيه كانت جديه كثير كثير، نضال كان كوميدي مع انه كوميديان، مع انه كان ممثل طبعا الله يرحمه. فكان انا درسته بالمعهد سنه ثانيه واشتغل معي بمسرحيه حكايه جيسون وميديا، جيت على مسرحيه ايواكس كثير جدي العرض يعني زخم فظيع. اجى نضال لوحده، قلت له نعم، قال لي ولا شيء، قلت له شو؟ قال لي عم تعمل مسرحية؟ قلت له ايه، قال لي بدي اشتغل معك، قلت له يلا بالمسرحية الجاية، قال لي لا بهاي، فأنا قلت له كوميدي، قلت له يلا بعد، قام رقد 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 على المسرح، طلع على خشبة المسرح وأنا قاعد بالصالة، وقف من فوق قال لي ما على كيفك، مو بإذنك، مو أنت اللي بتقرر، هي مو مسرحيتك، هي مسرحيتنا كلنا، بدي اشتغل يعني بدي اشتغل غصب عنك. الله يرحمه لنضال سنجري، يعني هدول الناس اللي بدي اياهم بالاخير يعني الانتماء. طبعا اشتغل وكان مبدع، وقلت له اعمل شو ما بدك، وعمل هو يعني بسميه المهمه المسرحيه مو الدور لحاله، واشتغلنا عليه سوا سوا. لما كنا نشتغل بهذه الطاقه وبهذا الزخم، قدمت ايواكس 1993 طبعا فيها مشكله فلسطين التاريخيه وليست السياسيه، طبعا تاريخ فلسطين، تاريخ المنطقه، تاريخ المكتوب والمحكي يعني المتناقل، لحتى نعرف نحن شو تاريخنا، نعم. شو حاضرنا بنعرف تاريخنا. كانت مسرحية معاصرة وحديثة. بتصور هلا عم بيقولوا لي اعمل ايواكس، هي ايواكس هي هلا وقتها. بلكي بشجعك على القصة هلا قريبا. مثل معنا بالمسرحية. أنا جاهز. يلا اوكي. ورك شوب أو هوملس ممكن يبصر النور هدول النصوص اللي كتبتهم؟ أو كان في مشاريع لورك شوب؟ ورك شوب فيلم سينما بده إن شاء الله بتمنى يبصر النور، هو مكتوب من حدث. شو بينقص اليوم؟ إنتاج نص مكتمل يمكن النص، يعني النص بده شوية شغل، ما طيب. في نص سينمائي بيكتمل أو مسرحي بيضل بينشغل. شو ناقص لحتى تطلع بهذا المشروع هلا وقريبا؟ ناقص أنا بالدرجة الأولى، أنا بالمرحلة اللي أنا فيها بدي شوية لسه وقت لحتى أرجع أنا بطريقة معينة لأبتدي، ما بعرف لسه، صعب أحكي له، ما بعرف شو ممكن يصير. طبعا بده إنتاج، ما في شك بده إنتاج، وإنتاج مو أي إنتاج، لأنه بيحكي عن الشباب، عن الحلم الشباب، عن الشباب الفنانين اللي دخلوا بالوركشوب وعندهم طموحات وأحلام، منهم ما قدروا يستمروا ومنهم استمروا وحققوا ذاتهم على خشبة المسرح أو الحياة. هذا موضوع شبابي، وهي كمان من منبر الشباب ومن برنامج الكبار للشباب، أنا بحب أقول كلمة حسرة بقلبي أنا، أنه في شباب كتير ما شافوا لنا أي عرض مسرحي. هلأ إذا بدي أعبر عن أي عرض مسرحي، مهما حكيت ما رح يوصل. يمكن الفيلم في عدة أمور جواته، في عدة يوصل أجوبة بطريقة أكثر يعني، ويوثق يعني. هو فيلم شباب، هو وثيقة اسمه ووركشوب، عن حادثة حقيقية صارت معي على المسرح، فيها رقص، فيها ميوزك، فيها دانس، فيها مسرح، فيها سينما، فيها واقع، ما بين الواقع اليومي المرير اللي بيعيشوه الشباب وكل الواقع المرير، وما بين الحلم والطموح، يعني two dimensions، وما بين الإبداع اللي بيصير جوات الفيلم على خشبة المسرح وبالفيلم. سؤالي بدنا منتج بس يفهم، بدأ انتاج. سؤالي الأخير بهيدي الفقرة، بتقول إنه سوريا الآن تتقشر والفن يتقشر والروح تتقشر والعقل يتغير. حضرتك كتبت مسرحيتين خلال فترة الأزمة وفيلم يمكن سينمائي خلال هذه الفترة، هل اليوم مع تناول ما يحدث دراميا ومسرحيا خلال الأزمة، أم معترك وقت ومسافة للحدث وتتم معالجته فيما بعد؟ يعني بمعنى الأعمال اللي قدمت خلال الحرب على سوريا، هل هي كانت كافية بالتغطية والمقاربة لتكون عمل يستحق أنه عن جد لامس الواقع السوري، أم كان لازم نستنى حتى نشوف لوين حتقيل الأمور ونكتب؟ يعني أنت الكلمة المهمة أنه هي حبت قمح تتقشر، يعني لحتى نوصل للجوهر لازم حبة القمح تتقشر لنشوف لب أو جوهر الحبة اللي بدها تنزرع بالأرض وتصير نبتة خضراء تنمو، يعني عودة الحياة. أنا بالنسبة للأعمال اللي تقدمت أثناء كل ما حدث في سوريا، أكيد أولا هي محاولات، أنا بشكر كل من قدم أي عمل فني، شرط أنه ما يكون كتير بعيد عن الواقع ولا قريب بطريقة مباشرة للواقع. يعني بمعنى أنت لما بتكون عندك أزمة أو تعبان أو كذا، بكفي لك يعطيك العافية، برافو عليك، أو أنا جنبك، أنا واقف جنبك، أنا حاسس فيك. إذا أنت ما كنت حاسس فيني
أنا حاسس فيك، بتمنى أنك تحس فيني لحتى نحس ببعض. اليد الحنونة أثناء الحروب، الفن أثناء الحروب، إذا كان يد حنونة على المتلقي بيكون عمل إنساني عالي، مثل أي سيارة إسعاف بتروح على المعركة. نعم. أو مثل أي كباية مي بتعطيها لإنسان عطشان في مكان بعيد. كل مين قدم عمل فني حقيقي لا مزاودة فيه ولا يعني خليني أقول طموحات شخصية لتحقيق شيء ما أثناء الأزمة مشكور طبعا، لأنه ما كان شيء سهل على الإطلاق. نعم. حكمل مستمعي صوت الشباب برنامج مع الكبار والفقرة الأخيرة ببرنامجنا. رجع الصدى. كملين إذا ما كنا وفقرة رجع الصدى أو فيدباك، فقرة تقييمية من محطات ومن أعمال لحضرتك، استكمالا لاستعراض أهم المحطات يلي ذكرناها الأسبوع الماضي والأسبوع. خلينا نحكي اليوم عن التجربة المصرية. بمصر كنت حاضر بشكل جيد نوعا ما بمسلسلات مصرية، من بعد مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الكبير عادل إمام 2012، مثلت بمسلسلات نابليون والمحروسة والقيصر وشهادة ميلاد ومأمون والشركاء وشطرنج ثلاثة والبارون ولا تطفئ الشمس وكتير أعمال تانية، بالإضافة لفيلم يمكن فص ملح وداخ عام 2016. مصر قديش قدمت لك صح أو قدمتك بشكل صحيح؟ اولا بشكرك انك انت ذكرت الاسماء، لانك كنت لو سالتني ما عندي تركيز اذكر كل هدول الاسماء ورا بعض بنفس طريقتك. هيدي شغلتي طبعا. لا ريحتني هلا. التجربه المصريه يعني خلينا نقول مختلفه تماما عن التجربه السوريه، لذلك انا كنت من زمان ضد المقارنه ما بين الدراما السوريه والدراما المصريه، لان الدراما تعني الحياه، الحياه السوريه غير الحياه المصريه، التجربه المصريه مختلفه. هناك أعمال مصرية جيدة كتير وهناك أعمال سورية جيدة كتير، في أعمال مصرية رديئة كتير وفي أعمال سورية رديئة كتير، كل دراما بتعبر عن شعبها، فموضوعيا أو أكاديميا أو إنسانيا أنا كنت ضد هذه الفكرة التنافس بهذه الطريقة. يمكن مرحلة عرفنا أن الدراما السورية أو الأعمال التلفزيونية السورية تطورت كتير لما دخلنا نحن المسلسلات التاريخية والاجتماعية بمستوى عالي، صار في جمهور جديد بالوطن العربي التفت للدراما السورية بطريقة عالية المستوى وصار يتفرج عليها أكثر بكتير من كتير من الأعمال المصرية. ما عم نحكي بالمطلق، أمور نسبية تماما. ولكن تجربتي، طب أنا خريج مصر، ولكن مصر اللي أنا كنت فيها أثناء ما كنت طالب غير مصر حاليا. أي بلد في العالم تغيرت، يعني هلا بسافر على باريس، بسافر على اي بلد عشت فيها باوروبا، تغيرت اثينا، تغيرت روما، تغيرت الحياه، المعيشه، الانسان بتغير، الحجر هو كنت اقول نحن اثينا اللي تغيرت، باريس تغيرت ولا لا، نحن اللي تغيرنا. المدينه حجر بتبقى دائما، اذا تغير محل طباعه تغيرت والناس تغيرت، الناس، العصر، المنتاليتي، كل شيء تغير. حاليا الدراما المصريه تغيرت، عن في مخرجين جدد في الدراما المصرية، يعني شباب كمان شباب، يعني بتعمل بمصر كأني عم تعمل بسوريا. لما كنا ننده بدنا أعمال عربية مشتركة، وجينا لما كل واحد يعمل عمل عربي مشترك نقول لا لا، نحن مع الأعمال المشتركة اللي بتخلي، شرط يكون في موضوع مشترك مثل عرب لندن مثلا. عرب لندن إن هذا موضوع مسلسل مشترك. تجربة يعني أعمال اللي أنا قدمتها أو اللي شاركت فيها في مصر، اول شيء يعني سقوط الخلافه يمكن كان قبل فرقه ناجي عطا الله. اما العمل المصري الكامل اللي شاركت فيه كان فرقه ناجي عطا الله مع الفنان الكبير عادل امام، جاله تحيه وتحيه للاستاذ رامي امام، مخرج كان مبدع بصراحه، اشتغل سينما بالتلفزيون، يعني كان منطق سينمائي بغض النظر عن اي تفاصيل ثانيه. هذا الدور بالنسبه لي قدمني كثير شارع الدرامي، خلينا نسميه، عند الشركات بمصر وكذا، وطلبت لكثير من الاعمال وفي اعمال رفضتها. نجحت بوقت فشل في بعض النجوم السوريين، ان كان باللهجه ان كان بتقديم الشخصيه صحيح. اليوم نجح جهاد سعد مصريا بشهاده نقاد يعني وكبار، ان كانوا مصريين او سوريين. يمكن انا ما بعرف، يمكن السبب انه انا دارس بمصر مثلا،
وعشت بمصر، قريب من الثقافة المصرية. أنا بقول دائما حتى كنت أنا ما عشت بمصر، أنا عشت مصر، عشتها يعني. كان أساتذتنا الكبار والجو والقصة، وقصة زواجي من أم يوسف وهيك بحكيها بشكل العشرة، عرفت مصر، شربت على مصر. فأنا ما كان عندي مشكلة قدام الكاميرا باللهجة المصرية، كنت ألف على الهواء يعني. خلاص كان عم يعني بحكي بالسوري، ما كان مثل أنا بالفرنسي مثلا، بروح على فرنسا بصير، أو أنت بتروح على كذا، إيش بال بيان فرنسي كون شي أون فرانس، إيش بال دين مانير أفيك لا مونتاليتي فرانسيز، بحكي بالعقلية الفرنسية يعني. بتدخل من نوع من أنواع التقمص للحالة تبع عقلية شعب، فبتصير فلوينت. ما اي ضيف بيجي زائر على بلد مثلا، جيبه على سوريا، اذا ما عايش بسوريا واذا ما عايش بمصر، حتى كان احد الاسباب. بس انا بتصور انه هن ادوا بطريقه جيده. يمكن في حدا نجح بالتجربه المصريه برايك؟ تابعت البعض الزملاء؟ طبعا طبعا نجح كثير، في كثير نجحوا، كثير نجحوا بالتجربه المصريه، وصاروا يعني معتمدين من قبل الشركات بمصر بأدوار رئيسية. تجربتي مثلا مع بفرقة ناجي عطلة غير التجربة تبع شطرنج، هديك كمان مصرية بحتة. بشطرنج مع نضال الشافعي ووفاء عامر وميس حمدان، عم ذكرك قديش شفتت التجربة صعبة بأداء دور رجل مافيا، وبالجزء الثالث يعني معروف عن مسلسلات الأجزاء في مط وتطويل وبأحداثها، هل حسيت مغامرة أنك تدخل الجزء الثالث؟ طبعا أنا دائما بخاف من العمل الناجح إذا في جزئين، إجي أنا بالجزء الثالث وحقق نجاحات بالممثلين وبالإخراج بالتمثيل وبالجماهيرية، أنك أنت شو بدك تعمل؟ مثل ما صار بزمن البرغوت، إن نحكي سوريا الجزء الثاني لعب الدور أبو صفواني بجد. إيه صح، كان قبلك عبد الهادي الصدار. تحية لحبيبي وأخي عبد الهادي الفنان الكبير عبد الهادي. ما خفت المقارنة؟ طبعا عبد الهادي قدم دور ناجح، أنا شو بتسوي؟ عن جد عم بحكي، لأنه أنا لو كنت قبل يعني حكيت مع عبد الهادي استأذنته طبعا. قال لي لا انا خلص تركت المسلسل وكذا. طبعا اي ممثل لما بيصير هيك شيء، انا كنا دائما نحكي انه انا والله جابوني لهذا الدور كان في قبلي فلان قبل ما يصور. الو صحيح انت كنت؟ انا قال لي لا خلص انا اعتذرت، انا ممكن اعتذر عن دور يجي غيري حدا تاني او ما يحكي معي او يحكي معي، هيك طبيعه المهنه. تعودت الا اذا كان في حركات بتطلع واحد بدل واحد، هذه انا وبتصير اكيد، بس انا ما بدخل فيها نهائيا وضد نهائيا. الانسان فنان واثق من نفسه وله دوره وله طاقته وله المرحله اللي فيها، ما بصير هذا الشيء. نحكي عن رجل المافيا بشطرنج بس الجزء الثاني. شطرنج الجزء الاول والثاني لقى نجاح جماهيري كثير كبير بمصر، ما بعرف شو تاثيره بالوطن العربي بس بالشارع المصري كان كبير. لما نجيت طلبوني بالجزء الثالث دور رئيسي اللي هو رفيق الجراح اللي هو المحرك تبع المافيا كلياتها، طبعا اول حساب حسبته انه جزء اول وثاني اجزاء ناجحه ومصريين بالمصري، وانا بدي ادخل بالجو المصري، شو بدي اعمل انا لحتى ادخل بالنسيج بطريقه صح وانجح بالمهمه الملقاه علي، حتى ما اكون جاب او فجوه بالمسلسل. طبعا بذل جهد وقراءات، وكنت جدي كتير، وكنت مرتاح كتير بالتصوير لانه الكاتب كان صديقي حسام وجيله تحية، والأستاذ محمد حمدي المخرج، كانوا حاسين فيني أنه أنا عم بعمل شيء حابب أعمل شيء، فكان في مساعدة يعني. العمل الفني عمل جماعي، كنت حاسه كتير تحديدا بمسلسل شطرنج. وكان الجزء الثالث كتير ناجح، وهذا أدى لنجاح دوري بالمسلسل. أنا ما بأمن بالنجاح الفردي أنه أنا نجحت بالمسلسل المسلسل ما بيهمني، لا، لما بيكون المسلسل كله ناجح نجاحك نجاح تيم معين كامل معك طبعا. بمسلسل أيضا مأمون وشركاء بطولة عادل إمام ولبلبة ومصطفى فهمي، هو التعاون الثاني مع القدير عادل إمام. أديت شخصية رجل يدعى إدواردو صح؟ صح. عاش معظم حياته بإيطاليا، ثقافتك ولغتك الأجنبية، هذا السؤالي والأكسنت اللي هي عندك عن جد، أديش رشحتك لأداء أدوار أجنبية وغير نمطية أو تقليدية؟ يعني هذا سؤال كثير مهم وما سهل الجواب عليه. لو مثلا هذا السؤال كثير 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 صعب الاجابه، انه مثلا لما انا عملت دور الموساد في فرقه ناجي عطا الله، خلص تعرف عليك الجمهور الفني والوسط الفني بمصر والشركات. المره الثانيه لما اجاني دور ادواردو بمأمون وشركاء، استغربت كيف رامي امام شافني بهذه الطريقه. وبقول لك سر انه كل الادوار بتيجي بمسلسلات عادل امام هيك علنا، لازم الاستاذ عادل ياخذ الاوكي منه، لانه هو هيك طبعا. هيك نجوميته. فانا رحت ومستغرب، كوميديا كثير،
وبدي احكي بالايطالي. رامي بيعرف انه بحكي فرنسي وبحكي ايطالي، هو بيحكي فرنسي عفوا وانجليزي شوي، هو بيحكي فرنسي وبيحكي انجليزي بيرفكت وخريج جامعه امريكيه، فصار في تاتش بيناتنا بالحوارات. شافك بهالدور اثناء نجاح شافني. فكان الاستاذ عادل بالتصوير مره، انا ممثل صار يضحك، طلع فيني ويضحك، قلت له ايه، قال له لرامي، قال له يا رامي، قال له هو جهاد سعد ده اللي عمل دور المسدس الاسرائيلي بيعمل ادواردو، تعال اتفرج بس ده مش نفسه، ده واحد تاني. انا بحكي اسف باللهجه المصريه، بلوموني احيانا بحكي باللهجه المصريه. طب ما بدك توجه الخطاب بمصر للمصريين طبعا، بفرنسا للفرنسيين، اذا رحنا مثلنا دور بامريكا بالانجليزي لازم نحكي مثلا بشو بالانجليزي. يعني هي اللغه المنطوقه، ما انا لغه الممثل الوحيده في الفيس، في التعبير، في حركه الجسد، بدك تخاطبه بلغه طبعا، بدك تخاطبه بلغه. مع النجمه ميرفت امين شاركت بمسلسل لا تطفئ الشمس، الماخوذ عن قصه للكاتب احسان عبد القدوس بنفس الاسم، يمكن الروايه بيحكي عن احداث وشخصيات ووقائع وهموم مصريه. برايك قديش اليوم قدرت تقارب الشارع والواقع المصري؟ هل لقيت صعوبه باداء هذا الدور؟ حدا عن يعني سوري عم يشتغل مصري تماما، هذا مصري بيور، كان مصري بحت، بيئة مصرية 100% من غير شوائب، من غير مزيج، إلا العائلة المصرية بمصر. لا تطفئ الشمس إحسان عبد القدوس الكاتب العظيم، نحن بنعرف قديش كتب الواقعية المصرية، مثل نعمل هو فيلم سينما، وكان فيه الفنانة المرحومة القديرة فاتن حمامة، ونعمل مسلسل ايضا بالستينات بتصور اسود وابيض، وكان في يمكن كرم مطاوع، ما شفت المسلسل. لما اجى هذا المسلسل لا تطفئ الشمس، اسم مغري، اسم كبير، لاحسان عبد القدوس كروايه وكمسلسل. والمخرج محمد شاكر خضير هو اللي كان عامل مسلسل طريقي، اللي كان فيه باسل خياط واثبت حضور باللهجه المصريه، شيرين كانت وشيرين. نعم. بعدين عمل جراند اوتيل، طلبني محمد شاكر خضير بجراند اوتيل، كنت وقتها عم صور بمسلسل شطرنج، وكان لي دقن مثل هلا، كان هنيك بدهم لوك من غير دقن، لانه بالخمسينات ما كان في دون، ما قدرت تصور، بقيت بذهنه. لما اجى لا تطفئ الشمس كمان طلبني، وطلبتني الشركه بلا تطفئ الشمس. اللغه هون ما بس اني انا احكي بالمصري، لازم انت تعرف العقليه المصريه كمان، هاي هذا السؤال، المود المصري. يعني ما ممكن لك واحد بيقول لك ازيك عامل ايه، واحد بيقول لك ازيك عامل ايه اخبارك ايه، هذا يعني في فرق. الهانك المصري. الاولاد قالوا لي بابا انت كنت بتحكي مصري قديم، حتى مو بس مصري انه كلاسيكي. لا هي هيك لانه المسلسل كلاسيكي. وبحب اوجه تحيه كبيره للمخرج محمد شاكر خضير، فعلا مبدع بشكل موضوعي، كل الناس اللي حبوا المسلسل يعني كان، ولا النجمة كبيرة فنانة ميرفت أمين اللي كانت من ألطف الحضورات اللي أنا شفتها بحياتي كممثلة أمام الكاميرا. متواضعة جدا جدا وبسيطة جدا، ما في نجم منه متواضع، ما في فنان مبدع. شو الغرور؟ حكينا الغرور قاتل، إيزي تكت إيزي. فكانت هي بسيطة 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 لدرجة، وبتحب سوريا، بتعشق سوريا، وبتحب الأكل السوري، بتضل طول التصوير 3-4 شهور تحكي لي عن سوريا 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 سوريا. قلت لها طب لازم ناخذك هلا زياره لسوريا، قلت لي بروح. فكان حضورها كمان اثر كثير بطريقه ايجابيه، وانا خلقت حوار معها بجوز هي انا بعرفها اكثر ما هي بتعرفني. فانا قربت هيدي الصيغه بالحوار بلباقه، هي كثير بسيطه ولبقه، تحترم شغلها، تحترم دورها، هدول هن الكبار عن جد. بالوقت اللي ضل عنا يعني انتقائي بأدوارك وبأعمالك التلفزيونية، شو هي المواصفات أو شروط قبولك لأي عمل ودور تلفزيوني؟ إنه يكون دور، يعني أنا ما عندي مشكلة إنه بلاحظ أعمالك أستاذ، ما بتطالب ببطولة مطلقة، ما بتطالب بدور صف أول، في عندك ما عندك مشكلة بأي دور؟ لا ما عندي مشكلة، بس تقتنع فيه لما بيكون دور بقدر من خلاله أعمل شيء. يعني مثلا يعني كلمة بطولة مطلقة أحيانا أنا بحسها أنه يعني شو يعني بطولة مطلقة؟ مين البطل المطلق بهذه الأيام؟ مين يمكن إنسان الشارع هو البطل المطلق؟ لأني البطل اليوناني غير البطل المطلق غير البطل الشيء. كلمة بطولة مطلقة سوبريوريتي هلا هي مصطلح دارج بالعالم. البطل الدراما هو الممثل، الممثل ممثل، هناك في نجوم بس ما من ممثلين أدوار، في ممثلين ادوار هون النجوم، يعني في نجوم بعشر في عفوا في نجوم ممثلين ادوار ونجوم، هذا هو الممثل الحقيقي. لا ما عندي مشكله، مشهد واحد انا عملته في فيلم المصير
ما كان عندي مشكلة، لأنه كنت حابب أتعرف على تجربة الأستاذ الكبير، أستاذي الأستاذ المرحوم نعم. يوسف شاهين. رحت بمشهد بالمصير تست، تعلمت طبعا. بترجع بتعمل أدوار رئيسية ودور أدوار بطولة، وبتعمل أدوار ب 300 مشهد. ما مثلا بشطرنج كان في حوالي 360 مشهد، يعني لو كان هذا الدور 10 مشاهد كنت رح أعمله. حلو. كان من خلينا نحكي عن نصوص السيرة الذاتية، عملت بعض المسلسلات والدراما عن الشخصيات المعروفة، مين تحلم شخصية تتقدم لك وتقوم ببطولتها؟ بعد عمر الخيام لما عملناها مع سنة 2002 مع شوقي الصديق، شوقي الماجري المبدع، فكنا نحكي كثير بالطموح، انه شو بدنا نعمل بعدين، شو بدنا. من هذيك الايام انا كان بذهني شخصيتين، ابن رشد وابن خلدون. مالت الكفه فيما بعد لابن رشد، لانه في فكر، في حركه، في اداء، في خصوصيه، في علم. معروف تاريخ ابن رشد وعلاقته بابن ميمون، ما زال ابن رشد يدرس في كل جامعات اوروبا، هو نقل تفسير ارسطو للعصر الحديث اياه بوقته يعني. كانت شخصيه ابن رشد تستهويني كثير، وابن خلدون شديت اكثر لابن رشد. اليوم اليوم اجتني شخصيه ابن رشد بمسلسل شيخ محي الدين ابن عربي، ما عملتها، رفضت اعملها. تغير فكرك، تغير لا يمكن طموحك. انا بمرحله ما بقدر اعمل جزء من كل. اليوم شو ببالك تعمل شخصيه عن جد تاريخيه ولا معاصر؟ معاصر يعني. مشرد، هومليس، جد هي ادوار انسان مثل العرب لندن، لانه صار في مشردين كثير بالعالم، وهدول بعد انساني يعني. انت لما بتجيب سيره المشردين، الانسان الاول كان مشرد، كان يسكن بالكهوف والغابات، اللي عمر المدن هو الانسان، انسجن، رجع للطريق. المشردين انا احتكيت فيهم كثير بكل انحاء العالم، افكار ما بتقدر تتصورها استاذ يامن، قديش فيها حريه، وقديش فيها انسانيه، قديش فيها قهر، قديش فيها ظلم، قديش فيها وحده، قديش فيها غربه. يعني واحد مشرد مره كنت ماشي بامريكا عم بحكي معه، قال لي سبيشال ريكويست فور يو، شال الجيتار ضل يعزف لي ربع ساعه معزوفات موسيقيه كلاسيكيه، اذهلني. بعدين حكيت معه قال لي انت شو بتشتغل؟ قلت له انا، قلت له شاعر. قال لي شو بتكتب؟ قلت له الحضارات القديمه. قام وقف ضل نص ساعه يحكي عن حضارات بابل، حضارات الفينيقيين، حضارات الشرق القديم. هو امريكي مشرد بالطريق، استوقفني واحد غيره الى اخره. بحب اعمل دور المشرد، بحب اعمل دور السجين. حلو. بحب اعمل ادوار انسانيه، الاب اللي عنده يعني ما بقى الادوار الانسانيه انا بحب نعملها. شخصيه الكاركتر، البعض اعتمد على شخصيه وصارت هويته، بمعنى ادق انه تاثر وتقولب سلبا او ايجابا بهذا النمط من الشخصيه، لكنك تقصدت التنويع بتقديم الشخصيات. هل هي حاله صحيه شخصيه الكاركتر المقولبه للفنان؟ اشتهر فيها يمكن كبار الشخصيات، صار عندهم هذا الشخص هو هذا الكاركتر. حلو السؤال كثير. طب ممكن بس مو دائما. مثلا الله يرحم المرحوم الفنان ناجي جبر، دور ابو عنتر كاركتر، بس كاركتر لايف. ما حسسك انه هو كان سجين جوات ابو عنتر؟ انا كنت احس انه هو عم يضفي على الشخصيه دائما شيء جديد. من خلال شخصيه ابو عنتر اعطى كثير من 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 الروح للشخصيه. في الفنان الممثل فراس حسن من كام يوم عم يحكي لي، هو لعب دور عنتر، انا استغربت عن نسيان، اللي انا عنتر، قلت له انت ابن ابو عنتر؟ صار يحكي لي كيف كانت شخصيه عنتر تنبني مع شخصيه ابو عنتر. الاثنين كاركترات بس فيهم حركه. اما لما بيكون الكاركتر ثابت وغير متحرك وجاف بيموت بعد فتره، بينتهي. كلمه كاركتر يعني شخصيه، وكلمه شخصيه بدك انت تضيف عليها روح الحياة. كل الأدوار بالأخير هي عبارة عن كاركتير، يعني شخصية، وبتطلع منها بتفوت شخصية تانية. يعني مثلا كنت بدك تحكي عن عرب لندن؟ إذا بدأ شخصية إيدي بعرب لندن، أو هيدا الهومليس، لا تشبه بشيء مثلا شخصية كايوس بالفوارس، لا تشبه شخصية غزلان في غابة من الذئاب، لا تشبه عمر الخيام. في تنويع، أنا دائما أحب التنويع، بس كل واحد منهم شخصية له ملامح مختلفة، وجوه مختلفة. أنا بحب التنويع، بس اللي بيغطس بالكاركترات لآخر مدى ممكن ينشف الكاركتر، بصير مكرر. يعني كأنك عم تشرب نفس فنجان القهوة كل يوم بنفس المقهى، بتمل. بيمل.
تقريبا بالوقت اللي ضل نصوص الأزمة أو ما يسمى بنصوص الأزمة والواقع السوري سيطر على بعض الأعمال الدرامية السورية والسينمائية خلال السنوات الماضية، خصوص السينما. يعني أغلب ما رح أقول لك غير 10 أفلام اللي حضرتهم أنا بالسينما عنا كانت نصوص ما يسمى نصوص الأزمة. اليوم هل صار مبالغ فيه وصار وقت نغير نطلع من هذا القالب؟ انا بتمنى اشوف، انا لسه ما يعني بدي اشوف كل هاي الافلام، يعني بدي لازم اشوفها لكون كله بالصورة وجع كله ضرب اللي شي عشناه وشفناه، فصار شي مبالغ فيه. صح، نتيجة الحرب، اجباري الحرب، جرح، الم، دم، كاتاستروف، كارثة، بدها تطلع هذا الشيء ببعض الاعمال الفنية وبدها تأثر شئنا ما بينها، بس شرط ما تكون بطريقة مباشرة من غير مزاودات، من غير طريقة مباشرة برأي مباشر، هون بيسقط الفن تماما حتى بالحروب. اما لما انت بتكون مرأة، انا اسف، موضوعيا مسرحية هستيريا اللي انا ألفتها بس ألفوها الطلاب معي، كانت حالة جماعية سنة 2014-15 بسوريا اثناء الاحداث والحرب. مسرحية هستيريا مراية لما يحدث دون ان نقترب لاي شيء بطريقة مباشرة اطلاقا. انا ما انا اللي كتبتها، الحرب اللي كتبتها، كنت اقول عقلي عم يوجعني، مو راسي عم يجاني، كنت حس انه عقلي عم يجاني، مريت من وعي تفكير كلياتنا تلخبطتنا الحروب ولخبطت عواطفنا وعقلنا وعواط وقلبنا، بعدين بترجع بتنتظم القصه بنهر الحياه بيرجع لمجرى الطبيعي. بس اثناء الزلزال لابد ما يتاثر الانسان والعمل الفني، بس شرط ما ينعكس بطريقه مباشره على اي من الاعمال. كنت بعيد عن الموسم الدرامي برمضان، يمكن ما كان عندك شيء او ما يمكن ما تابعت، لكن بكلمه واحده بالوقت اللي ضل، هل لا تزال الدراما السوريه تحافظ على سويه تفردت فيها قبل الحرب؟ هل اليوم عندنا دراما سوريه بنفخر فيها؟ كلياتنا بنعرف موضوعيا بمحبه كامله لكل تجارب اللي مرت فيها الدراما السوريه، انه هلا حاليا الدراما السوريه بمنعطف صعب كثير، ومو السبب هي الدراما بحد ذاتها، مثل ما قلنا سبب الظرف العام اللي عم تمر فيه البلد تأثير الحرب على الفن و فهلا الدراما السورية لا ما بنقدر نقول حتى اللي عم يشتغلوا ان هي بمستوى بعض الكثير من الاعمال اللي قدمت بقوه وبنجاحات عاليه المستوى بكل انحاء الوطن العربي قبل الحرب. بس انا بتصور انه لابد من عوده، لابد من كاتب جديد، من نص جديد، من مخرج جديد. ما بقى يعطوا ورق لاي حدا ليكتب مسلسل، عيب. ما بقى يعطوا فرصه اخراج لاي حدا ليخرج، عيب. ما بقى يعطوا فرص لغير موهوبين أو ناس أنصاف ممثلين، عيب. يجب أن يعني سواء كل شيء، أنا بحمل المسؤولية لنا كلياتنا أنه لازم الفرص تكون لمن يستحقها. صار في كتاب غير معروفين، مخرجين ما بتعرف مين هدول، ممثلين ما بنعرف شو الباكجراوند تبعهم، فايتين على كاوس، على عماء، على جهل مرعب. وهذا الشيء من محبتي للدراما السورية ومن محبتي لأنه نحن نرجع نطور هذا الشيء لحتى ما نوقع بهاوية ما نقدر نطلع منه في يوم ونغرق بوحل من المستحيل أن نخرج من هذا المستنقع. كلمة أخيرة أستاذ جهاد سعد لمستمعي صوت الشباب، شو حاب تقول؟ عم تظبط شعراتك يا ما بركي عم يشوفونا حلوين، عم يشوفونا طبعا، نكشنا كتير وانت بعرف تاخذني بمتاهة وترجعني يعني شو بيقدر الواحد يقول لمستمعين؟ كلمة لمستمعين، شي ما قلته، شي ما سألتك يا شي حابب في أكتك أشياء كثيرة ما رح نعمل حلقة لا تخيل نرجع لا نفكر بالقصة مستحيل الحديث ما بينتهي طبعا، لا خلاص بكفي هيك تمام. بتمنى السلام، بتمنى عودة السلام، بتمنى عودة المحبة. أنا متأكد أنه الشعب السوري شعب متضافر رغم كل الظروف المرفية. أنا ما بنظر بعين مغلقة، بننظر بعين مفتوحة للمستقبل. الشعب السوري لحد الآن اللي بيحركه للأمام دائما هو الأمل بإعادة الحياة، وهي هي أسطورة الشعب السوري عبر تاريخه، هي النهضة. الشعب السوري حينهض، سوريا بكافة أطرافه وأطيافه وأماكنه وكلها واحدة وستنهض. بتمنى من كل قلبي كل خير وسلام، ونعبر بسلام لبر الأمان. وما في شعب بالكامل وصل للخلاص التام، تبقى مشاكل الحياة، ولكن نبقى ايد واحدة في سبيل ان احنا نعبر لبر الخلاص. بتمنى من كل قلبي السلام والمحبة والحب والطمأنينة وعودة الروح. في ناس فقدت روحها، بتمنى
عودة الروح نرجع للطريق الحقيقي لصوت القلب بالحياة وليس لأي صوت آخر. صوت القلب صادق له نبضات هي بتولد خطوات الحياة الحقيقية نحو النجاح الحقيقي ونحو الحياة الحقيقية. الفنان والقدير جهاد سعد، إن شاء الله كان عبورنا ذو قيمة بمحطات حياتك. شكرا لك من قلبي. شكرا كثير لك ولإذاعة الشباب ولبرنامج مع الكبار، وبتمنى لك الاستمرار ويبقى الحوار مفتوح. شكرا استاذ جهاد. مستمعينا برجع بلتقي فيكم الاسبوع الجاي مع ضيف جديد وكبير من كبار هذا البلد. تضلوا بألف خير. كنت معكم بالاعداد والحوار يا مديب، بالكنترول لكم تحيات ماهر سلمان. مع